يعاني زراع الذرة بمركز السنبلاوين بالدقهلية من آفة أتت على محاصيلهم وتسببت في خرابها رغم التزامهم بتعليمات الجمعية الزراعية. أنا زرعت الذرة مرتين، ثالث مرة برضو كنت الذرة الدودة كلاته. السبب؟ السبب لأن الدودة طالعة من البراسيم هاجمت على الذرة كلت كل مساحته. وزرعنا مرة واثنين دودة يعني الجو طلعت من البرسيم على الأرض، طبعا بحب الخضرة طلعت من البرسيم دخلت على الخضرة وكلت الذرة خالص. طيب حل الدودة دي ايه بقى؟ رز. ما هو الرز بس احنا برضه يعني هو البديل هي الرز. زرعت مرة واثنين وثلاثة، اجيب منين اصلا تاني؟ اجيب منين ازرعها؟ يعني اسيبها بايرة ولا ازرعها ايه بقى بالظبط؟ ماليش عارف. كل الأراضي حواليكوا كلها الدودة؟ كل البلد اصلا، كل الناس مستغربة أول سنة تحصل حاجة زي دي. وبيستغيثوا بالجمعية الزراعية عندنا كلهم دوشين نزرع رز مقابل الأرض اللي بتاكلها دي أو نعمل إيه؟ هو الرز هو اللي بيموت الدودة ولا؟ يعني المية بتجيب دايما، المية بتتحوط عليه ما بتخليش تنتشر، المية بتحجزه. حتى الفلاحين كل الجرايات تلاقوها مية وكل اللي حاطها مية وحطوا تبن وحطوا سولار على الحيرة. رغم ذلك يعني حاجة السادة ما شفناش أبدا قبل كده. ويعني احنا زرعنا من سنين بنزرع في الذره وبنزرع في كل حاجه والرز، بس الرز دايما كان بيحجز الدوده الكبيره ديت على بتاع. يعني احنا السنه اللي فاتت كان عندنا 55 الف فدان رز في مركز السنبلاوين، السنه دي جابوا لنا 6300 فدان على مستوى مركز السنبلاوين وزعوهم. يعني نصيب بلد زي طنبول الكبرى عدد سكانها مثلا يفوق ال 30 الف نسمه، خدت بال حضرتك؟ جايبين لنا فيها 250 فدان. مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء ضمن حلقاتنا في رمضان. بنتابع معاكم فيها كل القضايا بإيقاع سريع، هنناقش معاكم أيضا قضايا مختلفة بعد قليل. لكن الأحداث كانت عاصفة خلال الأيام القليلة أو الساعات القليلة الماضية في مجموعة من الأحداث، هي في معظمها أحداث هتلاقوها متعلقة بالمجتمع. يعني الامتحانات أهم قضية بتطغى على الساحة الآن، والامتحانات للأسف الشديد ما زالت كابوسا في البيوت. البيوت بتعلن حالة الطوارئ، تستنفر وتحشد وتهيئ نفسها بشكل نفسي وعصبي وبكل الإمكانات داخل البيوت، وكأن الحياة تختزل وتختصر في الثانوية العامة يعني. والحياة ليست كذلك يعني. مياما ناس خدت ثانوية عامة وقاعدين على القهاوي وقاعدين في بيوتهم بعد ما خلصوا الجامعات. اللي أنا أقصده مش معنى كده يعني إن احنا نستهين، بس اللي أنا أقصده إنه الثانوية العامة ليست هدفا، هي وسيلة، وسيلة عشان ننتقد بيها للمستقبل، وسيلة عشان نقول إن احنا تعلمنا كويس، لكن لا، هي أصبحت هي الهدف، الهدف اللي يمكن أنه يقاتل من أجله الجميع. المهم أن ابني بنتي تعدي من الثانوية العامة مهما حصل، لازم تعدي. وهنا بقى شوفوا العبء النفسي، وشوفوا المتاعب الصحية، وشوفوا الفاتورة الباهظة
اللي بيدفعها المجتمع في قبل الامتحانات بأيام وخلال الامتحانات وبعد الامتحانات انتظارا للنتائج ودخولا في التنسيق والعيال هتدخل ايه، كابوس كل سنة بنعيشه. عشان كده لازم زي ما قلت نتحمس لنظام التعليم الجديد اللي ان شاء الله يتمكن من القضاء على كل هذه الظواهر السلبية. كان نتيجة لكده ان في بنت طالبة انتحرت، طبعا مع العبء النفسي الشديد، مع الضغط العصبي. طبعا البنت والولد يرى في ظل الحرب النفسية وفي ظل معركة المصير، خلاص بنصور للناس ان الثانوية العامة هي المصير في الحياة، وانا لسه بقول لكم ما كام واحد خد ثانوية عامة، هي القضية مش انك تاخد الثانوية العامة، لكن للأسف يارا وغيرها هي ضحية مجتمع، مجتمع عايش الناس في كابوس الثانوية العامة، ضغط نفسي وعصبي. الله يكون في عونهم الأولاد والبنات، دخلناهم في موقعة مصير، في معركة حياة أو موت، وهي مش حياة أو موت، والحياة مش هتتوقف، لكن احنا للأسف اختزلنا كل حاجة واختصرناها في الثانوية العامة. أنا كمان ممن مروا بهذه التجربة، تعلن البيوت حالة الطوارئ، مفيش خروج، مفيش تلفزيون، مفيش حياة، مفيش أي حاجة، لأن الثانوية العامة هي الحياة، يعني هي الحياة وهي المستقبل، واجتياز الثانوية العامة هو أهم هدف البيوت بتسعى إلى تحقيقه. يعني كان نتيجة لده إن لسه هنشوف مآسي هنتكلم معاكم فيها بعد قليل. وكان من بينها كمان إن يارا يعني بسبب الضغط النفسي الشديد اللي عليها يعني ألقت بنفسها، وهي الحقيقة ضحية مجتمع وضحية نظام تعليمي، مجتمع بيقول لها الثانوية العامة هي مصيرك، هي حياتك، وفي نفس الوقت نظام تعليمي عمل كده واختزل التعليم كله في الثانوية العامة. خليني نشوف يارا ضحية في عنق المجتمع وفي عنق نظام تعليمي بشع خلانا نختصر الحياة كلها ونختزلها في الثانوية العامة، ونختصر ونختزل المستقبل كله خلاص في الثانوية العامة. ضغط نفسي، الله يكون في عون الأولاد والبنات. هيقولك ما هو الأجيال الماضية نفس الوضع، بيوت بتتفكك وتتحطم وحالة نفسية، وناس بتجيلها أمراض بسبب كابوس الثانوية العامة اللي نتمنى أن احنا نتخلص منه. زي ما قلت يارا ضحية مجتمع وضحية نظام تعليمي، مجتمع قال لها الثانوية العامة هي موقعة المصير، هي نكون أو لا نكون، هي الحياة أو موت، ونظام تعليمي بيؤكد ده وبيشتغل على ده. معايا والدة يارا الأستاذة سامية. أستاذة سامية الباقية في حياتك ربنا يصبرك. يا رب يا رب، أنا بنتي ماتت خلاص، ماتت من كتر ما فاضت الثانوية العامة، ماتت خلاص، ماتت من تعليم فاشل، ماتت يارا، ماتت خلاص. ربنا يصبرك، وانا عايزك يعني تهدى. انا لسه بقول يعني يارا ضحية مجتمع وضحية نظام تعليم فاشل، يعني خلى الضغط النفسي والعصبي على الاولاد بهذا الشكل. يعني انا يا بنت شهر طبعا فاكره بتذاك متفوقه وممتازه، بس جت امبارح قالت لي انا نسيت كل حاجه، امبارح قالت لي والله انا نسيت كل حاجه خلاص، انا مش فاكره حاجه، انا مخلص، انا حاسه لو نزلت السلم هتشال. قلت لها استني يا يارا قولي لك نصيب فيها هتشوفيه. قامت الصبح بصحيها لقيتها. أنا ما يهمش يا مدام سامية، يعني آسف حدوث معاك على المواجع شوية، أنا آسف جدا، بس عشان نشوف إزاي يعني ما فيش حد كمان يلقى مصير يارا، يعني بنتك تكون تضع نهاية لهذا الكابوس اللي بنعيشه كل سنة. يعني فأنا بس هطلب منك، ما يهمش، أنا عارف إن أنت تعبانة، والله يكون في عونك، ربنا يصبرك. يعني
يا رب. عشان نقدر نكلم نوضح للناس يعني. قولي لي يارا عاشت ضغط نفسي وعصبي ازاي؟ لا ما عاشتش، بس يا يارا كانت متفوقة. انا نفسي تخش طب اسنان يا رب، متفوقة في مدرستها، متفوقة كل مدرسينها بيحبوها، وتطلع دايما من الاوائل في معالي السلام. معالي السلام بتطلع من الاوائل. بس هي جت امبارح نسيت يا عيني البنت من كتر الحشو في مخها. امبارح نسيت بزول، انا حسيت ان انا نسيت المنهج كله، وما نمتش طول القلقانه. لكن احنا ما ضغطناهاش، هي كان عندها امل وكان عندها حلم وكان نفسها تحققه. يعني هي انا اوضح، هي متفوقه جدا، فجاه امبارح قالت لك انا ناسيه كل حاجه يا ماما. قالت لي مخي وقف خلاص، مخي ما فيهوش حاجه، مخي فدي، مخي فدي خلاص، ما فيش حاجه، مش فاكره حاجه، انا مش فاكره حاجه. وقامت الصبح خايفه ومرعوبه، وقالت انا لو دخلت مش هعرف اكتب ولا حلم، نسيت كل حاجه. اللي حصل حصل. قالت لك انا يعني هي عن عن عندها احساس، ما انا لسه بقول نظام تعليمي يعني بيعلم الناس الحفظ، الحفظ والتلقين، ولا بتحشي جوه دماغها سنه كامله، شهر سبعه اللي فات، شهر سته، بتحشي جوه دماغها ست من كتر الحشو دي. ست ربنا يصبرك يا مدام سامية. انا طبعا يعني علشان بس تكون على الاقل يارا تضع حدا لهذه المأساة، على الاقل مكالمتك وكلامك يمكن ان يؤثر في الجميع، وتكون يعني ربما اللي قدمته يارا للمجتمع وللإنسانية انها سلطت الضوء على مأساة هي وزميلات كتير زيها ممكن بسبب اللي حصل ده كمان ينتحروا يعني. قولي لي لما قالت لك كده مش حاولت تطمنيها شويه؟ طمنتها، قلت لها اللي لك نصيب فيها راح تشوفيه. قالت لها بس انا نفسي اخش طب اسنان، انا نفسي اخش طب اسنان، هدفي في الدنيا ان ابقى دكتوره اسنان. وعاشت طول الليل في قلق، قالت طول الليل يعني بدات في قلق وخوف، وما زالت البلد من اوله لاخره بتذاكره تاني. بس كان مخها واقف اهو، كان مخها واقف من كتر الحشو اللي في مخها. ما سابتش كتاب غير لما حلته، ما سابتش جريده الجمهوريه غير لما حلته، النماذج اللي تطلع على النت حلتها. يا رب انت ما كانتش فاشله، بس كانت متفوقه، مش شالت مدرسينها ومش شالت مدرستها. بس كانت طالعه في الابتدائيه من الاوائل وفي الاعداديه من الاوائل. طيب من الواضح كده يا مدام سامية انها خافت من الكابوس يعني، فجأة حست انها ناسية، هي طالبة متفوقة، خافت انها في النهاية تبقى تفشل في الامتحان، لان للأسف احنا لسه بقول حفظ عبي. البنت فجأة اكتشفت ان دماغها مفيش فيها حاجة، زي اي حد كلنا في لحظات مختلفة كده بنيجي في امتحانات تشعر ان كل اللي في دماغك او نصه يعني تم محوه كده، او في لحظة ما يعني ما انتش قادر تجمع خيوط الموضوع. طيب عملت ايه بقى؟ هي ما راحتش الامتحان والقت بنفسها على طول، ولا عملت ايه؟ لا يا صبح قلت لها انا هحضر لك غيارك، هدومك يا يارا، انا ما تحضريش شنطتك. انا دخلت اجيب لها هدومها ما لقيتهاش، لقيت راحت فاتحه باب وطلعت، راحت سابيه نفسها. كانت تقول لي حاسه ان انا مش قادره امشي، لو نزلت السلم حاسه ان انا اتشليت خلاص. قعدت اهدي فيها، قعدت اهدي فيها، يا يارا ما تخافيش، دي ليك نصيب فيها تشوفي. كان لها نصيبها في الموت بقى، هي ماتت، كان لها نصيبها في الموت. طيب يعني انا اسف جدا والله، يعني المأساة يا جماعه، لانه ما تشوفوا طبعا في تعليقات كده لغايه ما مدام ساميه تهدى معانا، لان انا يعني مصمم انه يارا خلاص هي ضاعت، بس على الاقل ما حدش تاني يضيع، على الاقل تبقى البنت دي فادت المجتمع. ما فيش حاجه هتعوض نقطه دم واحده للاسره الغلبانه دي اللي هم ضحية ثانوية عامة وضحية كابوس للأسف الشديد يعني.
احنا خليني لغايه ما خليكي معايا. انا عندي هنا طبعا في ناس كانوا كاتبين التعليقات، بس خلينا ناخد عم الطالبه الاستاذ مؤمن. استاذ مؤمن اهلا بيك وربنا يصبرك. الله يخليك الله يخليك، ربنا يصبركم جميعا. بس عشان انا طبعا عازر مدام سامي الله يكون في عونها، يعني بنتها ضاعت منها وهي بتجهزها للمستقبل، يعني الثانويه العامه دي جسر للعبور للمستقبل، فالبنت تضيع بالشكل ده. يعني قول لي يا استاذ مؤمن، عشان يعني واضح انا لسه بقول في نظام تعليمي فاشل، البنت حصل انها فجاه بقت ناسيه، خافت عملت في نفسها كده، ده اللي حصل بالظبط؟ بالظبط كده، يارا علشان خايفه من الامتحان ماتت وحرقت قلب اهلها عليها، ماتت وهانت عليها نفسها عشان منظومه فاشله، منظومه تعليم فاشله اساسا. ليه منظومه، ليه الثانويه العامه، ليه بتكهربوا بيها البلد كده؟ ليه بتخلوها في الاواخر كده؟ ليه حاجات كتير، يعني تحط مثلا 100 سهم كده على اللي بيعملوه في الثانويه العامه؟ مفيش وزير جه حب يفكر في المنظومه دي خالص؟ مفيش حد يعني فاهم انه يغير المنظومه دي خالص؟ مفيش حد فاهم ان هو ما يعمل الثانويه العامه دي في اوائل الدراسه زيها زي اي حد، بدل ما يخليها شادد فيها الناس كلها كده؟ ليه كده؟ ليه مفيش تشريع في الـ في الـ في, الـ في المجلس؟ مفيش تشريع يعملوا الكلام دوت؟ ومفيش كل الكلام ده. قول لي حد يعني يارا عملت ايه بقى بالظبط، عشان يعني ما يهمش بستعيد معاك ده، عشان الناس لازم تبقى عارفه الحاله النفسيه بتودي فين. يعني الحالة النفسية في ناس كتير على فكرة ممكن نكون احنا ما بنشوفش حالاتهم في سنوات ماضية، بيحصل لهم انهيار نفسي ويموتوا، أزمات قلبية ويموتوا، انتحار بسبب الخوف بهذا الشكل. يعني ايه اللي حصل يا أستاذ مؤمن مع يارا؟ اللي حصل هي النهاردة أول يوم امتحان ثانوية عامة، ما والدتها صحتها الصبح وبتجهز لها حاجتها وبتاع، فجأة دخلت تعمل لها يعني حاجة تشربها عشان تهدى وبتاع وكلام، فجأة طلعت ما لقيتهاش، طلعت راحت رامية نفسها. ده اللي حصل من الخوف، كل ده من خوف ومن رعب، من رعب الثانوية العامة. ده شبح الثانوية العامة، شبح العيال، الثانوية العامة دي شبح الأطفال. أنا واحد من الناس، أنا عمها عندي بنت السنة الجاية ثانوية عامة، أنا مش ممكن أودي مدارس، مش ممكن بعد الموضوع ده مش هودي مدارس خالص، خلاص بطلناها المدارس. هو وزير تعليم ومنظومه فاشله، منظومه التعليم فاشله. نيجي مرجوعنا تاني، حتى يعني انا ليا رجاء عندك يا استاذ وائل، معلش النهارده طبعا من الصبح، من الساعه 7 الصبح واخد بال حضرتك لغايه الساعه 4 قبل ما اجراءات النيابه خلصت. طيب في تشريح طبيب الشرعي طبعا قال لك ما ينفعش بعد الظهر. ازاي ما ينفعش بعد الظهر؟ يا رجاء منك يا استاذ وائل وزير الصحه، ما انا ما ينفعش يخلصنا الصبح عشان دي بس يعني اكرام الميت دفنه، مش يعني ضحيه من ضحاياهم، ضحيه من ضحاياهم. يساعدونا شويه الصبح، يساعدونا شويه الصبح وزير الصحه، معلش يساعدنا شويه الصبح. الدكتور بدل ما يجي الساعه 1 الظهر وناجله تاني يوم ولا لاخر النهار، حرام حرام اللي بيعملوه فينا ده، حرام حرام حرام. طبعا الدين ما قالش كده، الدين ما قالش والله كده. هنناشد الناس هنا يا سمو، انت عارف بتبقى في يعني اجراءات متعلقه بالنيابه والقانون لكن يا جماعه يعني هنا البنت يعني ضاعت. الناس هنا المصريون تحديدا يعني اللي بيشفي جزءا شويه من الغليل انه الدفن، انهم يدفنوا الميت ده بيديهم شعور الى حد ما، شعور جزء يعني من الشعور بالارتياح. مفيش حاجه هتعوض، البنت ضاعت منهم بسبب نظام تعليمي ومجتمع كمان، مش هقول نظام تعليمي بس، مجتمع خلاص بيتعامل مع الثانويه العامه على انها موقعه المصير، يختزل وتختصر الحياه كلها والمستقبل كله في الثانويه العامه، وده مش حقيقي ومش صحيح. في ناس زي ما بقول واخدين مؤهلات عليا وجامعات وقاعدين، لو هي بقى موقعة مصير يعني ما كانش الناس هي وسيلة وليست هدفا. وعشان كده بتمنى نظام التعليم الجديد انه زي ما شرح لنا وزير التربية والتعليم انه هيقضي على الكابوس
وهيخلي الامتحان مش بحالة الهلع والفزع ده. خلينا ارجع تاني لمدام سامية. مدام سامية يارا ما كانش في مؤشرات خالص بتخليك تقول انها ممكن تعمل كده؟ ما كانش في اي مؤشرات قدامك يعني ما بتقول انها ممكن تنتحر وترمي نفسها كده؟ لا يا يارا متفوقة بشهادة مدرسينها وشهادة مدرستها وشهادة زمايلها، يارا متفوقة تطلع الأوائل، طلع الأوائل في سنة ستة وطلع الأوائل الأولى في ثالثة إعدادي، طلع من الأوائل وكملت سنة تطلع من الأوائل في الثانوية عامة. طيب هي ألقت بنفسها من البيت في البيت؟ أيوة طلعت فوق، حسيت في الدور الأولاني طلعت فوق وراحت رامية نفسها. ده 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 صباح اليوم قبل الامتحان؟ قبل الامتحان وانا بحضر لها هدوم عشان تروح يعني الامتحان. طبعا الله يكون في عون البنت دي الساعات العصبيه، انه فجاه ما هو ده الكلام اللي قاله حتى معانا هنا الوزير، حفظ وتلقين، فانت لو نسيت خلاص ضاعت الحياه وضاع كل شيء يعني. لا، التعليم مش حفظ وتلقين. التعليم دلوقتي في كل دول العالم تفكير وابتكار و حاجات بسيطة جدا. المهم انك تتعلم، مش المهم انك تعبي في الامتحان. بقى هدفنا كله هتعبي في الامتحان وبعد كده التنسيق والمجموع ونشوف الصراع تاني يعني، موقعة تانية. لا، الهدف انك تتعلم. والله لو اتعلمت حتى تحت شجرة، لو اتعلمت فين زي ما قال لنا الدكتور فاروق الباز قبل كده، قال لك والله لو تحت شجرة، بس المهم انه الناس تتعلم التعليم الصحيح. اللي احنا فيه ده مفيش. البنت نتيجة الحفظ 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 عند خيط بس هيضيع منك كده، وخيوط بتنسى، بتتخيل نفسك خلاص انك انت ضعت، وده اللي حصل لها يعني. يعني انت فجأة ما لقيتهاش كده يا مدام سامية قدامي؟ ايوه، انا لما دخلت جوه جبناها فتحت الباب وطلعت ورحت منها. ربنا يصبرك ويعني انا بتعامل مع يارا على انها ضحيه، وان اللي اغتالها هو نظام التعليم زي ما قلت، ومجتمع مصمم على انه يعبي الناس ويحشدهم في موقعه المصير بهذا الشكل. طيب مدام ساميه، انت يعني انا شايف حتى بقى عندكم حاله احسان، شايف عمها حتى بقول يعني عندي بنت لو في المدرسة مش موديها يعني ان شاء الله ما نوصلش للحالة دي، ونحاول نشوف ازاي نتفادى اللي حصل يعني. لو العمل لما تضيع مننا عيالنا اللي ربناهم طول عمرهم وصرفنا عليهم وخليناهم متفوقين ويجوا عشان الثانوية العامة يجيهم، فده حرام، ده ما يرضيش ربنا. نحن نربي ونكبر وبنتنا تبقى عروسة، بنتي تبقى عروسة قدامي كده هو عشان خاطر انها نسيت امبارح موت نفسها. ما حرام ده، حرام. وطبعا انتوا في البيت عاملين حاله طوارئ يا مدام ساميه، بقالكم حاله طوارئ في البيت عشان الثانويه العامه عشان يارا؟ اكيد اكيد، من شهر 7 اللي فات، من شهر 7 اللي فات. ما هي دي مشكله طبعا، انه كل البيوت كلنا بنعمل كده، فيقوم الطالب يعني يارا طفله يعني ثانويه عامه، في بحكم القانون البنت لسه طفله يعني، لما يبقى كده فجاه يعني تلاقي الضغط النفسي والعصبي ده، والبيت عامل حاله الطوارئ، والمجتمع مستني البنت هتعمل ايه في الثانويه العامه. الله يكون في عونها يعني. مدام سامية ربنا يصبرك، وإن شاء الله يعني تكون حادثة يارا ما فيش حاجة هتعوضها، لكن اللي ممكن يعني يريحكم إلى حد ما إنها تكون تضع نهاية لكل ده، وإنه الناس تلتفت إلى خطر هذا الكابوس، وما نستناش سنة واتنين، لا، محتاجين ثانوية عامة بوجه إنساني. الثانوية العامة في مصر بلا إنسانية، اغتيال نفسي. هيقول لك ما كلنا كلنا عشنا الاغتيال النفسي والمعنوي ده، وليه؟ والناس بعد ما عاشته ايه اللي حصل؟
عملوا ايه يعني؟ ما عملوش حاجه وقاعدين. عايزه تقولي كلمه اخيره مدام ساميه؟ اتفضلي. قول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا يصبرك، ربنا يصبرك. خلينا معايا دكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانويه العامه. دكتور رضا اهلا بيك. سؤال، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، كل سنه وانت طيب. انا اسف بدات الحلقه بس بحاله يارا اللي انتحرت. لا الحقيقه يعني خالص العزاء للاستاذ ساميه في يارا، ورب يعني يكون دي اخر حاله تحصل السنه دي على الاقل في الثانويه العامه. وانا زي ما حضرتك اشرت حاجه مهمه جدا، المجتمع في جزء كبير في الحكايه. انا عايز اقول ان النجاح في الثانويه العامه ليس اكيد ضمانا اكيدا للنجاح في المستقبل ابدا والله يعني، وحضرتك اشرت لده، ولا حتى الفشل في الثانويه العامه نهايه الدنيا ولا نهايه الحياه. احنا المجتمع ضاغط على اولادنا. انا دايما اقول وقلت، وكل ما كنت مع حضرتك في الحلقه كلمت عن قلق الاختبار وان الولاد متوترين وان ازاي المجتمع واولياء الامور ما يضغطوش على الاولاد، لان لكل طالب درجه محدده من الضغط والتوتر، في اللي بتحمل وفي اللي مش بتحمل. فالحقيقه يعني ربنا يرحمها يا رب. يا رب. احنا يعني ان شاء الله يعني نتمنى نظام تعليمي جديد ان شاء الله يقضي، لان البنت فجاه كده حفظ، فجاه قالت لوالدتها انا ناسيه كل حاجه، حالة نفسية، حالة عصبية، خافت من الفشل ففضلت الانتحار يعني. دكتور رضا، عايز أسأل حضرتك عن الواقعة النهاردة اللي كانت حديث الناس كلها، وهي تسريب الامتحان يعني، وأعلنتم أنه تم القبض على الطالب يعني. حضرتك كنت معايا وقلت أنه مستحيل يتم تسريب الامتحان هذا العام. وده صحيح. وفعلا لم يتسرب الامتحان. انا الامتحان كلمه تسريب معناها ان الامتحان يطلع قبل ما يبقى تتكشف صيته، يعني قبل ما يتوزع على الطلبه. ده اللي اسمه تسريب، وده اللي دي جنايته كبيره خالص يعني. خد بال حضرتك يوم ما يتسرب الامتحان يعني يطلع قبلها بليله بالليل، يطلع قبلها بساعه الصبح، يطلع قبل الساعه 9، هذا هو مصطلح تسريب. اما بعد ما بيبقى مع الولاد فممكن حد زي ما حضرتك شفت كده يشير جزء من الاسئله، ده اللي اسمه غش الكتروني. فالامتحان لم يسرب نهائيا، ولكن اللي حصل بس عشان الناس تبقى واضحه، وانا قلت الكلام ده في المؤتمر النهارده، هو اللي حصل ان بعد نصف ساعه احد الطلاب من شبين الكوم شير جزء من الاسئله، وفي خلال دقيقتين كنا متعرفين عليه. شيروا ايه، بالموبايل ولا عمل ايه؟ لا شيروا بالموبايل. طب ما هو هنا في جزء انت حضرتك كنت قلت لي على التنبيهات المتعلقه بالموبايل يعني. ما هو وبناء على كده طب هيتم، معلش يعني، مساءله الاثنين ملاحظين، وبالمناسبه تم اقاله رئيس اللجنه على فورا يعني. اقاله رئيس اللجنه. لان هو يعتبر ما اداش اداؤه المهني او الوظيفي بشكل جيد. احنا المفروض ان احنا بنفتش الولاد وهم داخلين بالعصايه الالكترونيه او بالتفتيش باي شكل او باخر، المهم ما بقاش فيه موبايلات. المهم ان احنا اكتشفنا كمان هم بقى اللي اكتشفوا، مش احنا الحقيقه، المدرسه نفسها دي لما فتشوا الولاد طلعوا 4 موبايلات ثانيه. الولاد ما غشوش بيهم، بس هم وفق القانون ده شروع في الغش. طبعا 4 موبايلات في اللجنه، ده في لجنه شبين الكوم كتير، في لجنه شبين الكوم كتير. وعشان كده انا اقلت رئيس اللجنه. وفي 4 حالات تانية منهم 3 موبايل برضو، اللجان هي اللي قالت لنا عليهم يعني. انا بشكر زمايلي المعلمين ان هم اللي طلعوا الحاجات دي، 4 وممكن وساعه كمان. لكن الحاله الوحيده اللي احنا اللي طلعناها كغرفه مركزيه في الوزاره هي لما الامتحان اتشير. انا عندي مباحث الانترنت، عندي الجهاز القومي للاتصالات، عندي الفريق الغش الالكتروني في الوزاره، على طول توصلنا الى الطالب وجبنا ورقته يعني، وجبنا اسمه، وطبعا هيتخذ ضده الاجراءات. استاذ وائل انا هسيبه يكمل الامتحان، لكن هو عنده قضيه ويتحقق معاه، وهتستكمل مع الشؤون القانونيه في الوزاره، وبعد ذلك يعني الطالب اللي سرب الامتحان النهارده هيكمل الامتحانات، هسيبه يكمل حفاظا على مستقبله يعني. بالظبط، لان لما يتحقق معاه في الشؤون القانونيه هيجيبوه، هيستدعوه، هيتحققوا معاه،
وبعد كده بتحال القضيه كلها. طب هم جبتوه ازاي؟ تاكدتوا منين يا دكتور رضا ان هو اللي سرب؟ لا ده رقم الصفحه وكل حاجه، رقم الكراسه بتاعته عندنا يعني مجرد تمام يعني. هو يعني هنا ما فيش احتمال ان احنا نكون ظلمناه يعني؟ ابدا ابدا ابدا، يعني هناك اليات وزاره الداخليه عاملاها معانا وبتساعد وبنعرف نجيب. وانا بهيب بقى من منبرك ده وكل اولياء الامور وبكل الطلاب، ما تفكرش تاني ان انت تعمل حاجه دي، لان هنجيبك يعني. ويركز بقى، يركز في الامتحان ويركز في الاداء الامتحان علشان يعرف يحل كويس. طيب يعني وعايز اذكر بالعقوبات، لان العقوبه مهمه. انت حضرتك يعني العقوبات تاني يعني اللي بيدخل بمحمول ده العقوبه ايه يعني؟ فاكر حضرتك لما كنت مع جنابك بقول ان حيازه الموبايل لو حتى لو مغلق بيعرضك للخطر لحبس لا تقل عن سنه ومن 5 ل 10,000 جنيه غرامه وحرمان من الامتحان. يعني وجود الموبايل معايا مغلق بس كده. حبس يعني سنه لا تقل عن سنه، لا تقل عن سنه، واخد بال حضرتك؟ ولو شرعت في لو شيرت بقى واستخدمت الموبايل على طول من 2 ل 7 سنه تك، ومن 100,000 ل 200,000 وحرمان من الامتحان ايضا واحاله للنيابه العامه، واخد بالك؟ اتفضل. طيب انا بس يا دكتور قبل ما انسى، انا لسه هسال حضرتك في ده، لان بلاقي في اسر بيبعتوا لي واحنا معانا، يعني في اسره بتقول انا عندي بنتي متفوقه جدا وهي مش عايزه حاجه الا انها في لجنه في مدرسه الاورمان الاعداديه النموذجيه بنين بالعجوزه بجوار المصل واللقاح، لجنة 10، في هرج ومرج كتير وفي عيال بتعمل أصوات، فده أثر فيها نفسيا وإنها اشتكت حتى يعني. داخل اللجنة ولا خارجها؟ داخل اللجنة. لا لا لا، ده على طول أنا نقدر نتابع ده فورا بدل الشهر. طيب أنا بقول لحضرتك تاني، مدرسة الأورمان الإعدادية النموذجية بنين بالعجوزة بجوار المصل واللقاح، ده الأم يعني، وقالت أنا مش عايزة حاجة، قالت لأولاد واقفة في البريك بيشربوا السجاير وبيعملوا تشويش طول الامتحان يعني. دي مسؤولية رئيس اللجنة الحقيقة، وده واحد من الحاجات اللي احنا تكليف لهم. هيئ انت دورك تهيئ الجو المناسب للطلاب ان هم يجاوبوا ويطلعوا اللي عندهم بشكل طيب قوي. نكمل العقوبة. انت حضرتك قلت لي الموبايل مقفول، حبس لا تقل عن سنه، لا يقل عن سنه. لو استخدمه وشير من سنتين لسبع سنوات وغرامه 100,000 جنيه من 100 ل 200 من 100 ل 200 واحاله للنيابه واحالتها للنيابه. طب يا جماعه ما حدش يستسهل انه ياخد الموبايل معاه ويضيع مستقبله ويدخل السجن، لانك انت هنا بالموبايل ده طبعا يا دكتور ممكن بينسف فرص التكافؤ تماما، وممكن انه يشير امتحان ويضيع كل شيء يعني. طبعا هي الفكره كلها، انا عايز اقول اللي احنا بنعمله ده لصالح الطالب كويس يعني. انا هي مسابقه استاذ وائل، وكل واحد بجهده هو اللي يبدا يسابق زميله، انما انا واحد يبدا يغش ويحصل على درجه هي مش درجته ابدا وينافس بيها واحد مجتهد. انا عايز المجتمع يساعدنا في ده، عايز اولياء الامور يساعدونا في ده. على فكره اللي بيغش ده، وانت حضرتك قلتها وانا معاك، اللي هيغش النهارده مش هينجح في الحياه. مش هينجح في الحياه، صح؟ هو هيستسهل الغش في كل شيء يعني. وقد يضر والده على فكره بالمناسبه يعني. يعني اللي والده ده راح جاب له سماعه ولا ساعده في الغش، بالمناسبه هذا الشخص لن يكون سويا وقد يضر اهله بعد كده. لما طيب يبقى. يعني التلميذ كمان اللي ألقي القبض عليه اليوم هيكمل الامتحان، لكن اذا ثبتت عليه التهمه معرض للحبس من سنتين لسبع سنوات لانه هنا فتح الموبايل واستخدمه. علينا الحاجات متحرزه والصور عليه وكل حاجه. شوفوا يعني مساله في منتهى الخطوره. طب هو شيره هل من اجل التسريب فقط ولا من اجل ان تجيله الاجابات ولا ايه يا دكتور؟ هو بص حضرتك، هو اولا الحمد لله ان النماذج جوه اللجنه 4 نماذج، يعني هو لما بشير شير من نموذج. لما بيجي يرد الاجابه دي عشان ترد، بترد فئه معينه بعينها، اللي هي مثلا لو هو شير من نموذج الف فنموذج بقى مش هيعرف
استفيد ولا د ولا جيم ولا دال. فدي دي ميزه البوكلت بالمناسبه يعني. لكن هو طبعا بيشير علشان ترجع له الاجابه. طيب هل تم ضبط حالات تانية يعني في ال هم لا 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 الحاله الوحيده اللي شير واتمسك هو اللي احنا مسكناه من والتسريب ده لم يؤثر على تكافؤ الفرص نهائيا؟ لا ابدا ابدا لا، هي بعد نص ساعه واحنا على طول ضغطناه. بالمناسبه هناك غلق لخمس صفحات النهارده، حصل خمس صفحات فيسبوك تم غلقها. يعني حكايه شاومينج لسه عاملين دلوقتي كمان بنصحوا الطلاب حاول تشيل كل ما يدل يعني على الورقه وانت بتبعت لنا يعني. هناك اليات اخرى نتعرف بها على المناسبه، نتعامل مع وزاره الداخليه و يعني معلش يعني هناك اليات اخرى للتعرف على الطلاب. طيب دكتور رضا يعني انا بس بيهمني هتابع مع حضرتك، وانت حضرتك قلت لي ان الامتحانات بتطبع في جهات سياديه تمام. والناس ما بتخرجش منها يعني ما فيش حد هيسرب يعني حكايه التسريب من المطبعه ده كمان انتهى ولن يعود يعني. بقول لحضرتك انا اللي باجزم لا تسريب ولن يحدث تسريب، وانا باشيد بكل الاعلام والمواقع وغيره ان مصطلح تسريب ارجوكوا دققوا في استخدامه، دققوا في استخدامه. كلمه تسريب عن الامتحان طلع عادي وهذا لن يحدث ولم يحدث باذن الله. طيب الغش، محاولات الغش الالكتروني احنا بنتصدى اليها كوزاره وجهات معانا معاوده. ويعني انا عايز اقول لحضرتك لما طالب واحد يشير النهارده جزء من اسئله من 556 الف طالب، انا بعتقد ده برضو يعني كويس. طالب واحد من كل طلاب الثانويه العامه هو اللي شير، الثمانيه الباقيين احنا المدرسين اللي جاء. طيب انا بشكر حضرتك يا دكتور، واسمح لي بس نتابع معاك يوميا حتى على الاقل يعني نطمئن العائلات وننصحهم، وحتى في الامتحانات انا عارف انت بتتكلم كخطوط عامه يعني عشان ما حدش ينتحر ولا حد يبقى عنده هذا الكابوس. انت شايف انه يعني التوجه العام يعني ان الامتحانات ليست معقده الى حد ان الناس حياتها تتحول لكابوس يعني؟ امتحانات متفطئه في مستوى الطالب المتوسط النهارده، الناس طالعه من اللغه العربيه مبسوطه معقول، وانا بقول لهم ان كل المواد هتبقى بهذا الشكل. حل شيل ارجوكم الاولياء الامور يعني يرحموا الطلبه من التوتر ومن الضغط، لان هو يعني الطالبه يرى متفوقه طول عمرها طبعا متفوقه ما نندهشت جدا يعني واشارت لمامتها، بس التفوق على فكره المتفوقين عندهم ضغط، بيبقى ضغط داخلي جواهم وده مهم، محتاج برضه مراعاه نفسيه مهمه، واخد بال حضرتك؟ زي ما الضعاف محتاجين رعايه نفسيه برضه المتفوقين من الناحيه الثانيه محتاجين رعايه نفسيه. فانا بقول لكل اولياء الامور خلي بالكم من اولادكم بدل ما تختاروه. بشكرك يا دكتور، دكتور رضا حجازي مدير عام الامتحانات الثانويه العامه، رئيس امتحانات الثانويه العامه، واتمنى ان الناس تستفيد يا جماعه من اللي حصل ده. يارا اللي احنا هنشوف صورتها على الشاشة دمها في عنق مجتمع مصمم على ان الثانوية العامة هي قضية حياة او موت، نكون او لا نكون، وهي مش كده. الثانوية العامة مرحلة تعليمية بدليل زي ما بقول لكم الناس قاعدة، وكمان ضحية نظام تعليمي لابد ان يتغير، وده اللي بتعمله وزارة التربية والتعليم. هنبدأ من أولى ثانوي وبالتالي يعني، لأن البعض ممكن يقول طب فين النظام الجديد؟ النظام الجديد ملوش علاقة بالثانوية العامة هذا العام ولا العام القادم، لكن العام بعد القادم اللي انتقلوا من أولى ثانوي إلى تانية ثانوي إلى تالتة ثانوي، محصلة الثلاث سنوات هتبقى هي الثانوية العامة علشان يقلل الكابوس، يجزأه على ثلاث مراحل. العائلات ما تتعاملش بهذا الشكل، لأن الله يكون في عون يارا الساعات القليلة اللي عاشتها وهي بتقول لمامتها أنا ناسية كل حاجة، أنا فاشلة، أنا مش هينفع أكمل، أنا مش هينفع أروح الامتحان، وهي البنت متفوقة. لكن خوف، كابوس، نظام تعليمي خلى
المسائل بتضيع في الدماغ يعني، والبنت تحت تأثير الضغط النفسي والعصبي يحصل لها ده. العائلات اللي بعتوا لنا، انا لسه كنت بقول للدكتور رضا اللي هي اللجنه، هقولها تاني علشان المشرفين على اللجنه ينتبهوا. اي حد عنده ملاحظات في لجان، احنا بنقول دي ملاحظات يا جماعه، مدرسه الاورمان الاعداديه النموذجيه بنين بالعجوزه بجوار المصل واللقاح، لجنه 10 بيشكوا من انهم مش عارفين يركزوا بسبب حاله الهرج والمرج والشغب في اللجنة. عندي ناس تانية، أستاذة ناهد بتقول إن أنا بنتي جالها إغماءات وما ودتهاش لامتحان، طب أعمل إيه؟ دكتور رضا كان حدد معنا في الحلقة، قال طالما ما راحتش بس تعمل تقرير طبي، لو راحت وجاوبت، أنا متذكر قال ده في الحلقة، قال مش هينفع نعمل لها حاجة بعد كده، لان في ناس ممكن تروح وتجاوب وبعدين تقول انا كنت عيان، يبقى اي واحد مش هيجيب كويس هيقول كده يعني. فالدكتور رضا حجازي كانت نصيحته في الحلقه اللي عملناها معاه ان اللي يشعر بتعب ما يروحش الامتحان طالما انه هيبقى عاجزا عن اداء الامتحان، ويعمل التقرير الطبي وفقا للقواعد المتفق عليها هنا، ده هيبقى افيد من انه يروح الامتحان ويتحمل على نفسه ويقول لك بعد كده هقول لهم ان انا كنت تعبان. لا، هو قال كده طالما انك انت رحت الامتحان وجاوبت فرصتك بتضيع. حد بعت لي برضو مدرسه زهران اسكندريه، الطلبه اثناء الامتحانات يدخنون السجائر من نوافذ الطرقات. طبعا الكلام ده انا بقوله ليه؟ علشان يتم التحقيق فيه، علشان يتم التحقيق فيه بسرعة عشان ناخد معاكم نشوف تقرير اهوت عن ردود الفعل. يا جماعة الثانوية العامة والله مرحلة عادية جدا، واللي خدوها يعني لم ينهمر عليهم الخير من السماء زي الأمطار يعني، ولم تتفتح أمامهم كل أبواب المستقبل. المستقبل مش ثانوية عامة بس، المستقبل حاجات كتير من بينها الثانوية العامة، والثانوية العامة وسيلة ومش هدف. بلاش حالة الطوارئ دي، وبلاش نكون أو لا نكون في الثانوية العامة، بلاش نشعر طلبة في سن صغير بأنهم هيموتوا إذا ما اجتازوش الامتحان. نشوف ردود الفعل مع الطلبة والطالبات. أدى طلاب الثانوية العامة اليوم امتحان مادة اللغة العربية بنظام البوكلت وأشادوا بمستوى الامتحان، كما أكدوا أنه لم يشهد أي تسريب يذكر. بنتي تالتة علم. أخبار امتحان عربي حلوة يا طلعة؟ قالت كويس الحمد لله. أخبارية أمل الاثنين توأم، واحدة أدبي وواحدة علمي. أخبار الامتحان العربي معهم إيه؟ والله شاوري له، قالوا له الامتحان كويس يعني في مستوى الطالب العادي. الاشاعات اللي بتقول ان الامتحان اتسرب قبلها بيوم، ده حقيقي؟ ده اشاعات مغرضه لبلبله الراي العام، اكتر من كده مفيش. لكن الامتحانات ما اتسربتش اطلاقا، وبصفه خاصه البوكلت اثبت نجاح. ثالثه ثانوي. امتحان العربي اخباره ايه؟ لا كان كويس، وكان كمان نزلوا نماذج امبارح على الوزاره وكده، فالنماذج كانت فيها بالامتحان يعني، كان فيها حاجات جت في الامتحان. طب الاشاعات بتاعت شاومينج اللي بيقولوا ان هو سرب الامتحان قبلها بيوم؟ لا ما جاش فيها حاجه. مش نفس الامتحان؟ لا لا. الامتحان العربي اخباره ايه؟ تمام جدا، حلو جدا. في اشاعات امبارح ان شاومينج سرب الامتحان، ده حقيقي؟ لا ولا اي حاجه، الصفحه كلها ما نزلتش اي سؤال حتى عن الامتحان. انت شفت اللي هو اللي اتسرب امبارح ده؟ لا ما كانش في اي حاجه من اللي جت في الامتحان خالص. صعب جدا انك تغش اي حاجه، لان السؤال هنا غير هنا، اللي جنبك غير اللي قدامك، مختلفه جدا يعني، صعب عشان تقول سؤال لازم تاخد وقت طويل جدا، مش هتلحق حتى انك تحل، هتغش مش هتلحق تحل. كل التوقعات اصلا جت لنا، مفيش حاجه جت منها، مفيش حاجه اتسربت. مفيش حاجه اتسربت؟ لا. الاخبار اللي كان جوه في غش ولا في محاولات غش؟ لا 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 لا، اللي كان كانت شده. اخبار امتحان عربي ايه؟ هو كان كويس بس عايز حد مذاكر يعني. كويس يا تمام. بيقولوا شاومينج سربت الامتحان امبارح، ده حقيقي؟ لا ما تسربش حاجه. اخبار الغش ايه؟ كان في غش؟ صراحه لا، كانت اللجان شده قوي.
الامتحان اخباره ايه؟ لا امتحان كويس الحمد لله، كان جاي في مستوى الطالب المتوسط وكان حلو. إيه الاشاعات اللي بتقول ان الامتحان اتسرب قبلها بيوم ده حقيقي؟ لا ما كانش اشاعات ولا حاجه، بس كان ممكن يكون في توقعات بس مش تسريب ولا حاجه. النظام الجديد بتاع البوكلت ده كويس؟ هو كويس مش وحش يعني، هي هو نفس النظام بس هو مديلك في نفس الورق بتحل في نفس الورقه يعني، هي وبيمنع الغش يعني، ما بنعرفش نتكلم بعض وكده يعني. حلو بيمنع الغش. بس ده بيحسسك انك هتاخدي حقك بالظبط. كل واحد هياخد حقه على حد تعبه يعني. الامتحان العربي هو حلو يعني، هو حلو وسهل، بس الفكره ان في بس سؤال كده كلنا واقفين فيه شويه، بس هو كسهوله وكده لا هو كويس الحمد لله يعني حتى الناس اللي ذاكرت جدا 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 ممكن تكون حاسه ان هو سهل وكانت عايزاه يكون اصعب شويه عشان تبين الطالب اللي ذاكر بجد كان عايز. كان في محاولات غش في اللجنه؟ لا خالص. طيب احنا هنكمل معاكم نشوف لسه بعض المحطات وبعض الحوادث المختلفة، هنحقق معاكم ايضا بعض الوقائع، لكن خلونا نفصل شوية كده بمعركة الاسود والحمير. محمد رمضان كعادته يثير جدلا منذ بداية رمضان وقبل كده بتعليقاته المختلفة، يبدو ان بعض النجوم بتكون مشكلتهم الكبيرة عندهم هم، بمعنى انه ممكن يكون الفنان موهوبا وعنده موهبة كبيرة، لكن للأسف الشديد بعض التعليقات اللي يكتبها ممكن تضيع كل ده وتضيع اي نجاح. يعني محمد رمضان في اعتقادي في يقيني لا يحتاج لعدو، يعني هو عدو نفسه، يعني اللي هو الشهرة اللي بتتحقق بشكل كبير فتضيع بانطباعات زي المباهاة والتباهي بعدد السيارات وبطائرة خاصة وببعض التعليقات، مشهد جنسي يحذف فيضعه على صفحته، وزي المعركة الأخيرة يعني إن الناس لازم تتقبل وجهات النظر، ما فيش داعي أبدا أنه في فنان يشتم زملائه بأنهم حمير وأنه أسد. قبل ما نشوف يا ترى من هم الأسود ومن هم الحمير، تعالوا نشوف كيف بدأت المعركة ودخلت فين، وهي معركة الحقيقة مهمة جدا، لأن الشهرة سلاح ذو حدين، يطلعك لفوق قوي ويحطمك في نفس الوقت إذا أسيء استخدامها أو إذا لم يكن الشخص مؤهلا نفسيا لهذه الشهرة وهذا النجاح الكبير وهذه الأموال الطائلة اللي بتنزل عليه، وهي الحقيقة نتاج نجاح يعني، محدش بيقول حاجة، لكن الشهرة تطلعك لفوق جدا وفي نفس الوقت ممكن تحطمك وتخليك تقع في مستنقع الغرور الشديد زي ما بيحصل مع محمد رمضان هذه الأيام. تعالوا نشوف كيف بدأت الخناقة مع أمير طعيمة ومع أحمد السعداني وغيره يعني، وكيف تعامل معها محمد رمضان وكيف علق عليها بالأسود والحمير، عشان نتساءل في النهاية من هم الأسود ومن هم الحمير. دي المعركة اللي دارت، اللي هي زي ما بقول لكم هو مين بيحدد رقم واحد أو اتنين أو تلاتة؟ الناس هي اللي بتحدد. شفت أحمد زكي في يوم من الأيام أو عمر الشريف أو فاتن حمامة أو عمالقة الفن، حد فيهم بيقول أنا رقم واحد وأنا أحسن ممثل في مصر؟ مفيش حد يمكن أن يقول على نفسه أحسن واحد، يسيب الناس هي اللي تقول كده، يكون عنده ثقة ويقين بكده، لكن أول ما يقول ده يبقى الحقيقة هو آخر واحد. اللي يقول على نفسه أنا رقم واحد في مصر، لا ثق أنه آخر واحد. لا يمكن أبدا يا جماعة الناس تحاول أن تنتزع الألقاب، سيب الناس هي اللي تقول.
تقول مين هو اللي بيحتل المقدمة، وإذا ما في حد كمان قال وجهة نظر مختلفة زي ما البعض علقوا مش لازم أشتمهم. كتب بقى محمد رمضان التويتة اللي انتوا هتشوفوها على الشاشة، قال إن صفات الأسود أنها لا تنشغل برأي الحمير، ده تعقيبا على الزملاء اللي كتبوا أراءهم على إنه رقم واحد. فالحقيقة لا الأسود بتقول إحنا أسود، والحمير كمان يا محمد في اعتقادي الحمار هو الذي لا يستفيد من تجارب الغير. على محمد رمضان نشوف تجارب الغير كده، كل اللي خدتهم العنجهية واعتقدوا أنهم كل شيء وأن الحياة تتوقف عندهم انتهوا بسرعة. فاللي ما بيشوفش هذه التجارب هو الحمار، مش اللي يمكن أنه يعلق على بعض الآراء. ولا حد حمار ولا يجب أن يوصف حد بأنه حمار، لكن الناس تستفيد من تجارب الغير يعني. وفكرة الإساءات المتبادلة، خاصة كمان محمد موهوب وسنه صغير، يعني ما فيش حد، لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك، مهما كان بقى في حد يختلف يتفق، لكن هو لا يحتاج إلى عدو، هو يدمر نفسه بنفسه. تعرفين فرانكشتاين العالم اللي صنع وحشا والوحش في النهاية قتله، هو محمد رمضان يصنع وحشا، عاوز يصنع بالتعليقات، ده وحش اسمه محمد رمضان الأسطورة والمبكرا يعني. فهذا الوحش أول ما هيلتهم محمد رمضان نفسه يعني، اللي هو حكاية إنك تقعد تصنع وتنسج أساطير حول نفسك فتبقى بالظبط فرانكشتاين يعني، ويحطمك هذا الوحش اللي أنت قاعد تصنع فيه لأنه وحش خيالي ووحش وهمي يعني. فأعتقد إنه الحمار هو الذي لا يستفيد من تجارب الغير، وكمان الناس عليها أنها تتقبل كل وجهات النظر يعني. إذا كان في بعض الفنانين علقوا فكان يجب أنه يتجاوب مع هذه التعليقات. مين قال أن في حد ممكن أن يقول أنه هو رقم واحد يعني، وهي موضة شغالة يعني، وإذا رد حد وقال لا وشوف أحمد زكي بيعمل إيه ومحمود عبد العزيز إيه، ما أقول لهمش بقى أنتوا حمير. مسألة مخيفة، خاصة كمان زي ما بقول لكم من الواضح جدا ان تعليقات محمد رمضان الكثيرة والمتعددة هي اللي بتؤدي في النهاية الى سقوطه بهذا الشكل يعني. الفنان الكبير اللي مشغول بفنه، شفتوا احمد زكي بيعمل ده ولا عمر الشريف ولا فاتن حمامة يعني، حتى في عمالقة الفن في كل الاجيال وفي كل العالم يعني، ما فيش حد بيقعد ينسك حول نفسه الأساطير بهذا الشكل ويتصور بشكل استفزازي ويعلق ويغضب إذا ما علق البعض عليه بشكل يختلف معاه. فزي ما بقول لكم محمد رمضان يبدو أنه لا يحتاج إلى عدو، هو عدو نفسي. في مشهد في منتهى الخطورة يا جماعة، الواحد بيمسك مطوة أو قطر وبيعتدي على البنات، والظاهرة دي كانت شغلت تونس شوية. كان في حادثة شهيرة في تونس اتعمل عنها فيلم، كان واحد بيشوف أي بنت بتلبس بنطلون جينز ويعمل لها بالقطر، يقطع ملابسها يعني، وكان بيعتقد إن ده يعني بيعمل ده على أساس إنه جهاد في سبيل الله يعني، ان البنت المنفلته اللي لابسه البنطلون الضيق ده يعاقبهن بهذا الشكل يعني. ما كنتش اتوقع ابدا ان ده يحصل في مصر، تم القبض عليه. هنشوف اهوت الفيديو اهو بيعمل كده. شيء في منتهى الانحطاط ومنتهى الخطوره، لانه ممكن يحصل لأي واحدة ماشية في الشارع، ممكن يحصل لأختك وزوجتك ويحصل لوالدتك ويحصل لأي حد. ما هو
معانا صاحبة المشهد اللي احنا شفناه وفي عدد كبير من البنات يعني، وهي هي عايزة تقول أستاذة دينا. أستاذة دينا أهلا بيكي. أخير أستاذ وائل. مساء الخير، أهلا بيكي. و يعني مش أنت اللي تخجلي من المشهد، اللي يخجل هو صاحب وصمة الخزي والعار ده، يعني أي حد فينا أسرته ممكن تتعرض لهذا المشهد يعني. تمام، لو تسمح لي مبدئيا اشكر حضرتك واشكر فريق الاعداد على البودكاست اللي حضرتك بتعمله، ومن ساعه ما شافوا البودكاست هم فاعلين جدا ومتابعيني، انا بشكر حضرتك جدا. انا يهمني يا دينا انه ان اولا ان الناس لما يحصل ده تبلغ وما تخافش. انت بلغتي؟ طبعا، دي المسج اللي انا اصلا كنت حابه ان انا اخش في مداخله عشان مع حضرتك فيها، لازم ابلغ. هو اللي حصل ان انا اصلا كان عندي معلومه من قبل ما ده ما يحصل انه في كذا بنت حصل لها كده، وده كان مسبب لنا خوف جامد في البيت، عشان كده والدي بقى يوصلني على طول، بس ده للاسف ما اثرش وما حماش زي ما حضرتك شايف في الفيديو. ده كان قدام ساقيه ميكي بالجيزه. بالظبط كده، بالظبط. هنا طبعا انا بسالك ليه السؤال ده قبل ما تقولي التفاصيل. معظم البنات، معظم السيدات تقول يعني انا احط اسمي في محضر بهذا الشكل، فتقوم تكافئ هذا الذئب البشري يعني، اكافئه واخليه يفلت من المساءله والمحاسبه يعني. انا عايز اقول لحضرتك انه من بعد البوست ومن بعد اللي حصل اكثر من 16 بنت لغايه دلوقتي كل يوم بنات بتكتب لي، لان انا اصلا كنت عايزه البوست ده عشان احذر بيه البنات وعشان اتواصل مع اللي حصل معاهم كده، عشان اقدر اجمع معلومات عشان نقدر نساعد الامن انه يقبض عليه. اكثر من 16 بنت حصل معاها كده، ومش كلهم عملوا محاضر للاسف، مع ان في جروح كتيره وغرز. وبالمناسبه هي مش في فكره البنطلون، مش كلها في، عشان بس في مواقع كتير نشرت انها اماكن حساسه، وده مش كده خالص. انا تقريبا انا واثنين كمان اللي تعرضنا بنفس الشكل ده، معظمهم هو بيستهدف الناس اللي في ميكروباص او في عربيه ملاكي، بيضربهم من الشباك وبيجري، معظم الجروح في دراعهم وكتفهم. بس معظم الضحايا، كل الضحايا بنات وستات، كل الضحايا بنات وستات، بس يعني بشعرهم، مسيحيات ومسلمات بس بشعرهم. يعني ده عقابا على انها كشف شعرها يعني. بالظبط، بالظبط. كان ضحيه عندها 50 سنه مدرسه، في منها كانت حامل في الشهر السابع، في منها واحده واخده 18 غرزه داخليه وخارجيه. طيب انا دينا، قولي لي بقى اللحظه نفسها، يعني انت ماشيه اهوت في امان. نشوف المشهد يا جماعه، المشهد مش مشكله يعني، يعني المشهد يخجل اللي عامل. انت ماشيه في امان اهو. لما حصل ده كان رد فعلك ايه؟ انا الحقيقه ما كنتش متوقعه خالص، انا كنت حاسه بامان لاني والدي كان معايا فكنت مطمنه. اللي حصل انه انا اصلا كان عندي خلفيه، وفي واحده صاحبتي وناس ثانيه ما اعرفهاش حصل لها كده وتواصلوا معايا وحذروا، وفي منهم ناس شيروا على الفيس بس على نطاق ضيق، وفي منهم خدوا غرز يعني. فانا مش متوقعه، هي حكيت لي كمان مواصفاته. فانا لما انا فجاه وانا ماشيه مع والدي حسيت بضربه جامده جدا، فلفيت عشان اشوف في ايه، فلقيته بيجري. فساعتها انا صرخت قلت له يا حيوان، لف، التفت وشاورني على نفسه كانه بيتحداني، يقول لي انا، وجري. فانا كنت معتقد ان هو الموضوع لحد كده، فانا بعد كده اكتشفت ان الهدوم بتاعتي اتقطعت، فمن هنا اكتشفت انه كان معايا آلة حادة. وبعد كده افتكرت كل المواصفات بتاعت صاحبتي اللي قالتها، فجمعت بسرعه ان هو ده الشخص اللي انا بحاول نامن نفسنا منه، وبرضه ما قدرتش. ساعتها طلعت على المترو على طول، بس يعني طلعنا انا ووالدي على المترو، بس يعني انا حاولت اجمع اي معلومات، قلت الشخص ده اكيد عمل. احنا شايفين صورته على الشاشه اهو، طبعا احنا حاطين حاجه بس على وشه، مع انه الحقيقه يعني لا يثبت، لكن مش هنعاقبه اكثر، لكن ده الذئب البشري اللي بيلاحق البنات. نصب نفسه اميرا لهيئه امر بالمعروف ونهي عن المنكر، ونصب نفسه سلطه وقانون ودوله، وبدا يعاقب البنات بهذا الشكل يعني، وفقا للي في دماغه يعني. وهو الحقيقه يعني لا علاقه له بالاسلام نهائيا من يرتكب افعالا من هذا النوع يعني. والحمد لله، لانه لولا انت بس اللي بلغت ولا حد تاني يا دينا كمان؟ لا، في تاني بلغوا،
في حوالي 4 بلغوا، وفي كمان اللي مفرحني انه من ساعه ما شفوه اتمسك في ناس من اللي اتجرحت منه واللي اصيبوا منه قبل كده وما كانوش عملوا محضر متشجعين عايزين يروحوا يعملوا محضر. فده شيء طيب خليكي معايا كده عشان معايا منى كمان تعرضت لهذا الاعتداء وتعرفت عليه في النيابه، هي هتقول لنا. منى اهلا بيكي. اهلا بيك. اهلا بيك يا منى، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. قولي لي ايه اللي حصل معاكي بالظبط؟ اللي حصل معايا ان انا كنت راكبه عادي ميكروباص في طريقي للجيزه، الميكروباص واقف كده عند محطه المترو بس الناحيه الثانيه وعادي جدا بيحمل. حسيت بحاجه جامده جدا نازله على كتفي، مش عارفه ايه هي، حاجه بتحرقني جدا. ببص ورايا كده قلت يمكن حد ضربني، وجري ببص ورايا لقيت واحد واقف بيشاور لي على نفسه اللي هو بيغزني انا هو يعني انا اللي عملت كده. قلت عادي ما حصلش حاجه. ببص على كتفي لقيت البلوزه مقطوعه وكتفي مش واخده بالي، ببص لقيت كتفي مفتوح وعمال يجيب دم. ما توقعتش ان انا ممكن اكون اتعورت او اتجرحت يعني، قلت اتخربشت. لا لقيت كتفي كله مفتوح وخدت 5 غرز. خمس غرز؟ يا ده متعمد الاصابه يعني، هو ما بيعملش حتى كده بس. خصوصا ان انا ما كنتش قاعده جنب الشباك، انا كنت قاعده في تاني كنبه في الميكروباص وهو جه من الشباك اللي ورا يعني خدني على اخوانا. وهو بيتعمد يوري لك نفسه يقول لك انا اللي عملت كده. انا بالصدفه عايز اشوف مين او في ايه، او انا قلت يمكن حد ضربني جامد بس في حاجه بتحرق قوي فانا ما عرفتش في ايه. ببص كده ورايا لقيته هو وقال لي يشاور لي على نفسه اللي هو انا هو يعني انا اللي عملت فيكي كده، وجري دخل كده شارع جانبي. بس بعدين انا قعدت اصوت يعني ما متخيله حجم الالم او ان هو ممكن يكون عمل فيا كده. طيب انت منى صممت تعملي بلاغ؟ طبعا. طب كويس يا منى، هيجي في ده لان انا يا جماعه بقول في عيب كان منتشر عندنا في المجتمع ان البنات كانت بتخاف وعائلاتهم كمان. يا بنتي بلاش نحط اسمك في حاجه زي كده، ليه؟ هو الخزي والعار يصيب مين يعني؟ وبعدين تكافئ ليه حد تخليه يفلت من المساءله ليه؟ بسبب ده. فبحييك يا منى واهلك وافقوكي على كده انك تقدمي بلاغ وما تخافيش. طبعا، لان انا اصلا كنت تاني بنت يحصل فيها كده وكنت خايفه جدا ان يعني يحصل كده في بنات غيري، خصوصا ان الضربه كانت في كتفي. طب يعني تقريبا لو كنت دورت سيدنا كانت ممكن تجي في رقبتي. يعني صممت ان يعني لازم اكتب بوست على الفيسبوك ولازم اعمل محضر عشان يتعرف، عشان لا قدر الله ما يعملش كده في حد تاني ويكون سبب في ان هو يموت حد او يأذي حد جامد جدا. شوف اتعرفت عليه في النيابه؟ اتعرفت عليه وشفت الاله الحاده اللي هو ضربنا بيها دي، حاجه مش طبيعيه غريبه جدا يعني. الاله الحاده دي يعني هو مشكلها كده يعني، هي مش سكينه ولا مطوه ولا قطر؟ لا، دي حاجه عامله بالظبط زي الشنكل بتاع الشباك بس السن بتاعها اللي هو يدخل الجسم يشق وكده يسيب فيه حفره. يعني هو عامله بحيث انه يقطع الملابس ويعور كمان يعني. عامله بحيث ان هو يعلم على الشخص. وبعدين انا كنت في الميكروباص يعني هو ما شافش حاجه مني، كنت لابسه كم عادي جدا مش لبس ملفت، هو لمجرد بس شاف واحده في شعرها فامن. وهو قال ايه بقى ولا ما شفتيش اقواله؟ انه هل بقى قال انه بيعمل كده بوازع ديني يعني؟ لا خالص، هو الضابط النهارده بيساله بيقول له انت بتعمل كده ليه؟ قال له ما مش قصدي والله. قال له يعني ايه مش قصدك؟ طب هي دي البنت اللي انت شفتها اللي انت ضربتها؟ قال لي انت منين؟ ما ردتش عليه. قال لي يعني هو انا شفتك قبل كده؟ قلت مش فاكر. هو انا عورتك؟ قام الضابط قال له مالكش ان انت تتكلم معاها، مالكش ان انت تفتح معاها حوار اصلا. قال لي هو ده اللي ضربك؟ قلت له هو ده. قال له انا مش عارفها، مش فاكر ان انا ضربتها. بعدين البنت اللي بتقول ان انا عورتها دي انا ما كانش قصدي. كانش ده يعني، ده الحقيقه منتهى الاستهانه يعني. طيب خليني، لان في هاجر الإصابة فيها أكبر، خليكي معايا برضو يا منى ودينا خليكي معايا. هاجر أهلا بيكي. أهلا وسهلا، ده عليك أستاذ وائل. أهلا بيكي يا هاجر والحمد لله على سلامتك، وقولي لي أنت كمان صممت تقدمي بلاغ؟
الله يسلم حضرتك. والله وانا اول ما حصلت الحوار ده انا ما كنتش بلغت وعلى قدمت بلاغ. هو احنا استعوضنا ربنا وقلنا الحمد لله انها جت على قد كده. بس لما اتقابلت مع البنات ووصلت للبوس والبنات صممو ولقيتهم مصممين ان هم يعملوا بلاغ وكده، فانا قلت لهم انا هنزل وهعمل بلاغ وهقدم بلاغ برضه يمكن يفيد حاجه في قضيته يعني. طب كويس، وقدمت بلاغ؟ لا انا لسه المفروض النهارده رايحه هقدم البلاغ فيه. طيب قولي لي هاجر، انت الاصابه عندك ليه كبيره؟ ايه اللي حصل؟ والله انا كنت راكبه باص، وهو طبعا الدنيا كانت زحمه في المنطقه دي، فالباص كان واقف. صراحة هو من الشباك نط راح معورني. طبعا انا ما حسيتش باي حاجه، انا فاكره الشميز اتنتش. فببص كده لقيت دم ولقيت تعويره جامده، وبصيت عليه واشوف مين اللي عمل كده، انا مش فاهمه. يعني انت راكبه الباص وايديكي طالعه من الشباك؟ انا كنت راكبه جنب الشباك، وهو من الشباك من بره الباص راح خبطني. لبسني بحاجه آلة حادة في ايده وما اعرفش ايه هي. بس فببص راح هو لقيته بيجري ودخل شارع جانبي وبيبص لي وبيضحك وراح جري تاني. وبيبص لك وبيضحك يعني؟ يعني هو لو واحد يعني هو بيعملها هو قاصد ان هو يعملها، هو يعني لو كده ما هو هيجري على طول، لكن هو لا ده بيبص لنا وبيضحك. هو زي مستمتع فينا يعني الواحد يحصلنا ده. بيتعمد انه يقول، يعني واضح انه مع كل الضحايا اهو انا اللي عملت كده، يعني واضح انه بيعمل كده بقناعات، يعني مخطط ده وبيتباهى بكده يعني. طب قولي لي لقيت الاصابه ايه بقى يا هاجر؟ الاصابه لما رحت المستشفى نزلت، طبعا رحت المستشفى وكلمت اهلي، الاصابه طلعت عايزه تتغير 18 غرزه. ده جرح كبير قوي يا هاجر. ايوه. الجرح كان في ايه؟ في الايد بالكامل ولا في الكتف ولا فين؟ لا كان في الكتف. ده سفاح يا جماعه، ده جزاء، خاصه كمان انها ممكن ما تظبطش معاه، ده ممكن تيجي في رقبه حد، في عين حد. فيعني ال و16 حاله في ايام قليله، يعني شوف ده كان ممكن يعمل ايه. هاجر انا بشكرك. عايزه تقولي حاجه اخيره يا هاجر؟ في انت طبعا بتقول انا هروح اقدم بلاغ ومصممه على كده، يعني علشان تاخدي حقك وحق المجتمع يعني. بالظبط، وانا مش فاضيه غير ان هو ما يخرجش، لان هو لو بالمنظر ده هيخرج وهي يعني الحاله بتاعته هتسوء ويقتل بقى بعد كده. يبقى احنا يبقى الواحد بقى ماشي خايف يمشي في بلده وفي الشوارع البنات تتقطع. احنا مش عايزين غير ان هو يتعاقب وعقوبه وياخد جزائه. طيب انا بشكرك يا هاجر. منى عايزه تقولي حاجه، تعليق اخير، عايزه توجهي رساله؟ يعني ان الموضوع ده يكبر وما يتسكتش عليه وما يكونش موضوع بس وخلاص، ان في بنات كتير قوي قوي اتاذت باسمهم، ويعني حرام بيتعلموا علامات كتير. ونفسي بجد بجد ما يخرجش وخلاص، لانه بصاته النهارده كانه بيقول اللي هو انا لما اخرج هوريكم كمان، يعني ده في منتهى الجبروت، حتى وهو مقبوض عليه وبيتحقق معاه، حتى وهو مقبوض عليه وكلامه بيدل ان هو يعني بني ادم بجح مش فارق معاه اي حاجه. لو انا شفتك اصلا، طب وانا عورتك فين؟ طب انت مين؟ اللي هو يعني هو عارف ان هو عورني. احنا هنتابع التحقيقات ونشوف هل كان بيعمل ده بعمل فردي ولا بينتمي لأي جماعات بتحض على ذلك يعني. هاخد تعليق أخير كمان من دينا. يا دينا أنت يعني صاحبة الواقعة الأولى أو الواقعة اللي اتصورت يعني، فلو عايزة توجهي رسالة اتفضلي. أولا أنا رغم أن اللي حصل ده كله حدث يعني أليم، بس أنا فعلا في شوية حاجات مفرحاني جدا. اول حاجه انا طبعا اولا الفضل كله يرجع لربنا، دي حاجه. ثاني حاجه شكر بجد لرجال الشرطه، النيابه العامه كانت النهارده ايجابيه جدا. واجمل حاجه واللي مفرحني بجد، يعني انا اول ما شاركت البوست ناس كثيره طبعا منزله كومنتات، هو احنا كلها طبعا سلبيه وليه والبلد، وانا نفسي كان عندي الشعور ده بصراحه، لكن في رد فعل ايجابي فرحني جدا.
اول حاجه انا لقيت دعم من كل الفئات، لقيت دعم من اول وسائل الاعلام والافراد العاديين، اهالي المنطقه، اهالي مناطق ثانيه، ناس كثيره اعرفها وما اعرفهاش حاولوا يتواصلوا مع حقوق المراه وحقوق الانسان وصحفيين ومحامين ومراسلين واعضاء في مجلس النواب وناس ما اعرفهاش، الاقيها بحيث تتواصل معايا بتقول لي طب احنا نقدر نساعد ازاي، احنا ممكن نحاول نعمل له كمين، شباب عاديين عايزين نعمل كمين عشان نمسكه، والناس واخداها يعني على اعصابها وحصل اللي حصل ده وكانه حد من اسرتهم، وده فرحني جدا، وده بيثبت انه لما حد بيحاول يعمل حاجه ايجابيه، انا عارفه ان في سلبيات كتير وعارفه انه يعني احنا مش في احسن وضع، ولكن اقدر اقول انه لو حد عمل حاجه كويسه ما يقولش وهيفيد بايه، ما حدش هيعمل حاجه، لا نحاول نعمل قضيه ونعمل، ما في ناس هي اتاثرت طبعا وتعبت وما عملتش المحضر، وامس ان حد عمل محضر والناس ساعدت راحوا عملوا محضر تمام، يعني نحاول كل واحد يقوم بعمل ايجابي، حتى يعني انا في ناس بنات كلمتني قالت لي هو عورني زي كده، يعني هو ما عورنيش بس قطع لي الهدوم، فهي حاسه ان هي ما ضرتش جامد فما راحتش، لا روحي لان احنا لو كنا كلنا قدمنا بلاغات من بدري كان ممكن الامن يمنع ناس كثيره تضرر، كان ممكن يلحقوا ده من بدري، فلو عملنا عمل ايجابي بلاش نيأس، ولو ما جابش نتيجه على الاقل مش هبقى انا اللي مقصره، مش هبقى انا اللي في رقبتي انه حق الناس دي ما جاتش. طيب عندك حق يا دينا، والحقيقه رسالتك مهمه جدا للمجتمع، يا جماعه ما تتهاونوش في هذه القضايا، ال 16 ضحيه دول كان ممكن يبقوا 32 و50 بعد كده و60 و70 لو الناس خافت تبلغ، او لو الناس قالت انا احط اسمي خلاص يعني ربنا نجاني واحط اسمي ليه في حاجه زي كده، لا اللي يجب ان يصاب بالخزي والعار والخجل هو الجاني مش الضحيه، البنت هنا لازم تقف وتتصدى لده علشان ما نكافئش الذئب البشري او المتحرش والمعتدي بهذا الشكل. وهنشوف معاك وهنتابع تحيات النيابه في دي، يعني هل ده بيعمل ده بشكل فردي، يعني هو من تلقاء نفسه نصب نفسه اميرا للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بينطلق من عمل تنظيمي، يعني هناك من يدفعه لذلك. اجهزه الامن نجحت في القاء القبض عليه بسرعه، وهنشوف معاه التحقيقات في النيابه وهنتابعها معكم. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنعلق على موضوعين بسرعه، يعني في موضوع البيت اللي هتشوفوه ده بيقع بينهار، ده جزء من فساد المحليات اللي يجب انه نتخلص منه في المرحله القادمه، وحتى مع بدايه الولايه الثانيه للرئيس هيبقى فيه اهتمام كبير جدا بالمحليات، هتشوفوا المشهد شيء مخيف، يعني لا احنا عندنا في فيديو ده اللي موجود، اهو شايفين المشهد كانه قطعه دومينو بتقع، شيء مخيف شيء مخيف، ده هنتابعه معاكم بعد الفاصل، وبعد الفاصل كمان القضيه الاهم اللي هنناقشها معاكم، تخيلوا لما يبقى فيه استاذ جامعي ويتهم عميد الكليه وبعض الاساتذه بانهم بيضغطوا عليه عشان يسرب الامتحان لاولادهم ولبعض المحسوبين على الكبار، يعني قضيه في غايه الخطوره، كنا بنتكلم عن واتصور كده وشير وبعت امتحان، طب تخيلوا بقى لما يبقوا اساتذه جامعه وعايزين من استاذ جامعي انه يخالف ضميره ويدي الامتحانات لاولادهم ولبعض ابناء الكبار، يعني اللي عايزين ان يطلع لهم الامتحان، لو ثبتت هذه الوقائع اللي هنناقشها معاكم بعد الفاصل، فالحقيقه احنا امام قضيه مخيفه لا يجب الصمت او التهاون ازاءه. مشاهدينا نحييكم من جديد، بدانا الحلقه بتسريب امتحانات الثانويه العامه ومحاوله مواجهتها
بكل الوسائل. ليه؟ لأن الغش أو التسريب يقضيان على العدالة وعلى تكافؤ الفرص وعلى مجهود البشر. وإذا الحقيقة فقد المواطنون الثقة التامة في تكافؤ الفرص وفي العدالة فقل على الدنيا السلام، يعني فيهم ما يكفيهم من إحباطات، فكمان لا يمكن أبدا أن نزود الإحباطات بهذا الشكل. التعليم في مشاكل مختلفة ومتعددة، لكن كمان لا يمكن أن أتخيل أن يكون من بينها أن يتغلغل الفساد، ودعوني أسميه فسادا بلا أي نقاش، يعملوش مسميات تانية. لو ثبتت صحة اتهامات الأستاذ الجامعي لعميد الكلية ولبعض الأساتذة بأنهم حاولوا إجباره بالفعل على تسريب الامتحان لأبناء من ذوي الوساطة والمحسوبية، فالحقيقة احنا أمام مصيبة لا يجب أبدا التهاون بشأنها. وحتى الأستاذ الجامعي يعني للتأكيد على إيمانه بهذه القضية فخاطب الرقابة الإدارية ووزير التعليم العالي، لأن احنا أمام قضية يعني أتوقع أنه هتكون فيها مساءلة ومحاسبة، وأنها كمان يمكن أن تزلزل الأوساط الجامعية والتعليمية. دكتور هشام البدري أستاذ ورئيس قسم القانون العام كلية الحقوق جامعة المنوفية. أستاذ دكتور هشام البدري، دكتور هشام أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم. خليني هنا الاتهام في منتهى الخطورة، فهيبقى بالتأكيد ما فيش في احتمال، يعني في قضايا يا هي بنسبة 100% صحيحة لا هي مش صحيحة، ما فيش فيها وسط. تمام. فبالتالي هنا اتهام في منتهى الخطورة، انه حضرتك تتهم عميد الكلية كلية الحقوق جامعة المنوفية وبعض الأساتذة بإجبارك على تسريب الامتحان لأولادهم وأولاد ذوي الوساطة والمحسوبية، إزاي؟ أولا أنا بشكر حضرتك على يعني سرعة الاستجابة لنبض الشارع وعلى أزماتنا الحياتية وعلى سرعة التواصل، لأن الحقيقة أنا يعني أنا هذا الموضوع هو الجزء الطافي من جبل الجليد تسبقه مجموعة كبيرة جدا من الوقائع كانت بتمثل نوع من يعني أنا مش عايز أقول ابتزاز، لكن على الأقل يعني خليني أستخدم لفظ أكثر تأدبا، هو فيها ضغوط من كافة الاتجاهات واستخدام كافة الصلاحيات التقديرية للعميد من أجل الضغط عليه لتمرير ما يراد. قابلت في حالات أخرى لا تمثل خطورة وميلت عشان ليه التوازنات التقليدية إلى أن وصلت المسألة إلى مسألة الضمير. خلاص يعني في قضايا في مجلس الكلية لما تمر باعتباري أنا أستاذ القانون الإداري الممثل لقسم القانون العام في المجلس الكلية، لما بوقف بعض الحاجات بعترض عليها اعتراض مسبب بصر على إثباته في الجلسة، فبدأ يخلق حالة من الغضب بشكل دائم ضدي، فبدأ يفتعل مجموعة من الوقائع غير الحقيقية، انتهت بمسألة عقد مجالس قسم القانون العام من وراء ظهري في غير الموعد المتفق عليه. احنا لدينا موعد محدد الأحد الثاني من كل شهر الساعة 12 الظهر، مش محتاج دعوة. مجلس الكلية له موعد محدد الأربعاء الثالث من كل شهر، مش محتاج دعوة. وفجأ بتغيير المواعيد وأنا رئيس القسم، مجلس كلية يغير مواعيده ولا أخطر به، رغم أن أنا عضو بقوة القانون، وانعقاد المجلس في غيابي أو التعمد تغييبي يبطل تشكيل المجلس وما يصدر عنه من قرارات، يشارك في صناعة القرارات كلها ضدي من هم بينه وبينهم أصلا دعاوى منظورة أمام القضاء. انتهت في الآخر قلت طب هات الوقت ولاد الزملاء. قلت لولاد الزملاء أنا يعني زيهم زي كل الناس، لا أصل زميلك فلان متخوف منك، أنت صححت في المادة الفلانية والطلبة ما جابتش تقديرات أو جابت أصفار. قلت طبعا أنا مش هكتب للطلبة، الامتحان في متناول الناس، مدام في طالب استطاع أنه يحصل على درجة كاملة أو يعني تقارب الكاملة وعدد من الطلاب جابوا امتياز وبعضهم جاب جيد جدا، يبقى معنى ذلك الامتحان متدرج بشكل علمي.
مسألة بقى انه في ناس اعتادت على ان انتوا بتمكنهم من ان يبقى عارف الامتحان قبل ما يجي ايه، وطريقتك في الاداء بتمكنه من انه يطلع او يتوقع بشكل كبير الامتحان، دي مسألة ما تخصنيش انا. انا اداء انا كتبي دائما محدثة علميا مجددة، بعرض بطريقة مختلفة، خدنا اختلف، لكن في النهاية هات الامتحان. ما جبتش الامتحان، طيب بمنتهى البساطة مجلس قسم من وراء ظهري وبيرأسه هو، بيغتصب سلطة لا هات الامتحان يعني عايز امتحان عايز الامتحان لأولاد الأساتذة، وخصوصا لأولاد الأساتذة واللي قاد المسألة كلها الدكتور رضا العبد، ده مدرس للقانون المدني في قسم القانون المدني في الكلية. فبمنتهى البساطة في مجلس القسم اللي عقد من وراء ظهري وانا رئيس القسم، احنا لينا موعد، الموعد المحدد، ارسلت الدعوات رغم ان انا مش مفروض اعمل دعوات لان المجلس ميعاده محدد، عملت الدعوات وارسلت للعميد صوره من الدعوات على الواتساب، وارسلت للسيد الاستاذ دكتور رئيس الجامعه كل الدعوات دي على الواتساب عنده عشان يبقى عارف ان انا دعيت الناس كلها. بس انا عايز خطوه خطوه عشان اخد بس القضيه الام أتفضل. اللي ربما يعني انا شخصيا اتخضيت منها، يعني انا قلت هل ممكن ان احنا نصل الى لا وصل هذه الحاله لا يعني حكايه ان هات الامتحان عشان نديه لاولاد الاساتذه ده عرف، دي فعلا ده عرف، عرف عرف اجباري والزامي اللي بخرج عليه انك بيتم تدميره. انا لما ما عملتش ده تم تدمير ابني وخفض من 95% الى 74%، نقلته بره الجامعه خالص لان انا لما ما استجبتش تم تدمير ابني، فنقلته خارج الجامعه ونقلته الى جامعه اخرى ورفعت له دعوى قضائيه، والكل ده وقع مع اعلامها الكل، الاحكام موجوده. لا يعني ايه عرف ده فساد، يعني اسمح لي اقول ده، ما هو الفساد اصبح لو حد هاجي. بيقول لك انه ولاد اساتذه الجامعه ياخدوا الامتحان، طب الطالب اللي ابوه مش استاذ جامعه، هو ده المنطق اللي انا قلت اللي انا اعترضت بناء عليه، انه انا لما ربنا اكرمني باني وضعت في هذا المكان نتيجه ان كان في اساتذه محترمين درسوا لي، قيموا ادائي بما يرضي الله وضعوني في هذا المكان، اذا انا حملت الامانه، يبقى انا لو يا اما ان اكون على قدر الامانه اللي ربنا سبحانه وتعالى اتمني عليها وعلى هذا الوطن وعلى اولاد الناس، يا اما اقوم من مكان، انما اول ما هقعد في نفس المكان هزور وهخالف ضميري وهسلم الامتحانات لده ولده ولده، طيب اولاد الغلابه، اولاد الغلابه يروحوا فين؟ وبعيدا عن اولاد الغلابه، انا النهارده لما يشعر كل طالب انه لن يصل الا اولاد طائفه معينه، فين فكرة الحافز للإنتاج، فكرة الحافز لصناعة مستقبل لوطن؟ وإذا كان البحث العلمي بيدار بهذا الشكل مصر هتروح فين؟ المنطقي أنه لن ينتشلنا من حالة التراجع الاقتصادي والعلمي والمجتمعي اللي احنا فيه النهاردة إلا البحث العلمي. طيب يبقى معنى كده أن أنت أبناء الأساتذة بياخدوا كل الامتحانات، انا مش عايز اقول دي عشان ما تحملش مسؤولية حد، بس إنما أنت بتقول إنما حصل بالنسبة لك، أنا بأكد يعني لسعادتك أنه ده واقع لانه اتعامل معايا، فهو عايز اقول لحضرتك مفيش طالب في الحقوق ممكن يجيب 20 من 20 في كافه المواد طول الاربع سنوات، اللي يقول ده كلام غير علمي وغير متصور. وابناء الاساتذه بيجيبوا طبعا عندنا طبعا خريجين ولاد الاساتذه من اكتر من استاذ، من ولاد استاذ جاب 800 وشويه، من 800 وشويه يعني هو الرقم سي مثلا الدفعه في الاربع سنوات 810 جابت 810. معقوله ده يا جماعه؟ هل حد يقبل ده؟ هل كل معني بالعدالة والمساواة، بلاش بالتعليم، بالإنسانية حتى، يقبل أن أولاد أساتذة الجامعة ياخدوا الامتحان ولأنه الدكتور هشام بيقول أنا رفضت فيتم التنكيل به يعني، ويسمون ذلك عرفا يعني؟ لا ده فسادا لو ثبت هذا الكلام، لا احنا أمام فساد، ويبقى وداعا للعدالة قبل التعليم، ووداعا لتكافؤ الفرص، ووداعا لكل قيم الإنسانية. ولما يحصل ده داخل الجامعات ومن أساتذة جامعة وعمداء كليات، إن يبقى فيه عرف إن أولاد الأساتذة ياخدوا الامتحان، وإنت بتقول لي ما فيش حد ممكن يجيب 20 من 20 في كلية الحقوق، لا مستحيلة علميا، مستحيلة لو طبقت المعايير العلمية من المستحيل، لكن بسبب الفساد والوساطة والمحسوبية يتحقق طبعا، وتحقق مرات. طيب انت لما انت قلت انا مش هدي الامتحان، ايه اللي حصل؟ بمنتهى البساطة مجلس قسم من وراء ظهري في غير الموعد اللي انا دعيت لمجلس القسم، محدش جالي في الموعد، طبعا كل ما يثبت ان انا دعيت للمجالس الكلام ده موجود في حوزة الاستاذ دكتور رئيس الجامعة، لان انا الحقيقة هو بحيطه بشكل دائم
بما يحدث. وهو الحقيقة يعني الإنسان إنسان رائع على المستوى الشخصي الحقيقة. طب خلينا عشان بس نحيي كمان معنا الأستاذ الدكتور أبو الخير أحمد عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية. الدكتور أبو الخير أهلا بيك. مساء الخير أستاذ وائل. مساء الخير. خليني كمان أحيي الدكتور رضا العبد أستاذ القانون بكلية حقوق المنوفية. دكتور رضا أهلا بيك. أهلا أستاذ البيت. أهلا بيك. دلوقتي دكتور أبو الخير الكلام اللي أنا بسمعه يعني الحقيقة يعني يمكن أن يصيب الناس الآن بحالة إحباط وانهيار، وكل واحد يقول لك يعني إنه ما طب أنا ليه ما يعني مش ابن أستاذ جامعي، يعني ابن أستاذ الجامعة ياخد الامتحان والأولاد العاديين يتعبوا ويسهروا ويذاكروا لكن ما ياخدوش الامتحان، يعني هل يمكن أن يصل بنا الفساد، ودعني أسميه فسادا إذا ثبتت صحته يعني إلى هذا الحد؟ أستاذ وائل مساء الخير. أستاذ وائل ومساء الخير على السادة المشاهدين. مساء الخير. يعني سعادتك من السهل إطلاق الإشاعات، من السهل إطلاق الأقاويل والاتهامات الجزافية، لكن القاعدة في القانون أن البينة على من ادعى. ما هو دليل الدكتور هشام على أنه الدكاترة بياخدوا الامتحانات؟ ما هو الدليل على تسريب الامتحانات؟ إيه الدليل؟ ما سعادتك طيب خلينا البينة دكتور على من هشام ادعى. لا أنا بس هكلم معلش هكمل كلامي وبعدين تبقى حضرتك عشان أنت سألت طب اتفضل بعد كده خليه يعقب بعد كده سعادتك. أولا بالنسبة لمجلس الكلية ومجلس الجامعة ومجلس القسم، مجلس القسم كان اتفقوا على ميعاد ثابت، اتفقوا على يوم الأحد الثاني من كل شهر، والدكاترة بقى ييجوا وهو ما يجيش، كان بيروح عنده انتداب في السداد الترم الأول، فهو اللي أخل بالموعد. ثانيا مجلس الكلية موعده الأربع الثاني أو الثالث من كل شهر، مفيش ميعاد ثابت في القانون، يعني احنا بنحدد موعد المجلس الكلية يا إما الأربع الثاني أو الأربع الثالث من كل شهر، وبنختر الأساتذة كلهم، وهو كان بيختر بموعد الجلسة وبيختر رسميا برسائل على الواتس وبالتليفونات وكده لحد آخر الجلسة هو ما اخترش بيها، لكن معروف هو كان عارف. أنا الوقت اللي يعنيني يا دكتور اللي هيعني المشاهد الامتحانات الجوانب الإدارية دي ما تهمش المشاهد، أنا هتكلم على الامتحانات وتسريب لو في إجبار أستاذ جامعي يجلس أمامي على أنه يدي الامتحانات لأبناء أساتذة الجامعة يبقى الحقيقة كل على التعليم طبعاً. وعلى الجامعات طبعاً. وعلى العدالة السلام يعني يبقى على الدنيا كلها السلام، لكن ايه هو ايه وسائل الاجبار، وهل هو يعني ايه وسائل الاجبار اللي تمت الضغوط الاجبار عليها، وهو ايه اللي خلاها راضخ لكده، هل هو راضخ للكلام ده وادالهم الامتحانات، وهل كان هذا ينطبق على ابنه، وهو ابنه كان في كلية الحقوق جامعة المنوفية وقعد ثلاث سنين، هل كان يأخذ امتحانات لابنه، وايه اللي اتى بابنه من المنصورة عشان يجيبوا حقوق المنوفية؟ طيب حقوق المنوفية ليه؟ طيب خلينا هو يسأل لماذا نقل ابنه من خلينا انت الفيتو الكره في ملعبه عشان بس يبقى فيه تمام. انا نقاش. اسمع الدكتور هشام دلوقتي هو بيقول لك البينة على من ادعى، يعني اذا انت بتقول انه يجبرونك على تسريب الامتحان لاولاد الاساتذه واولاد الكبار، ما هو الدليل على ذلك؟ جميل يا سيد الفاضل، البينة على المدعي دي بتنفع في المجال المدني والجنائي، في مجال الإداري ومجال إدارة مؤسسات الدولة البينة مش على المدعي، لأن المستندات في حوزة الإدارة. أنا لما أسأله سؤال محدد، حضرتك عزلتني ليه، قدم للرأي العام تفسير حول عزلي عن وضع امتحان مادتي. لا يجوز عزل أستاذ عن وضع امتحان مادته إلا في حالة من اثنين، وجود قرابة حتى الدرجة الرابعة في الدفعة، أو ثبات فساد. هل حضرتك أثبتت عليا فساد؟ هل حضرتك أثبتت أن أنا لي قرابة حتى الدرجة الرابعة؟ إذا لم تستطع كإدارة، وده الكلام ده المستقر عليه الإدارة العليا ومجلس الدولة، لم تستطع كإدارة أن تقدم دليلا على وجود فساد في حقي فيما يتعلق بتسريب الامتحانات أو غيره، أو قرابة حتى الدرجة الرابعة، يبقى قرارك الإداري قائم على غير سبب مشروع يؤكد ان الاداره، خصوصا ان هو قال كمان ما ادعاش ان انا ليا قرابات ولا قال ان انا ليا فساد، ده قال انا على بعض الخلافات مع الدكتور رضا العبد. كلمه بعض الخلافات دي مدلولها ايه؟
يعني لا خلاف قضائي ولا دعوة منظورة ولا تحقيقات قضائية موجودة، وأصلا حتى لو في منازعة قضائية موجودة مع شخص فيما يتعلق بوضع الامتحان، هذا ليس من الأسباب التي حد عددها القانون لعزل أستاذ. هي لا بس هو بوضوح كده. وبالتالي يعني أنت بتقول لو وشك في وشي لا تستطيع أن تنكر أنك طلبت مني الامتحان؟ آه طبعا. وهو اللي حد هو لازم هو اللي يفسر قراره غير القائم على سبب مما حدده القانون، لأن القانون محدد أسباب لبناء هذا القرار. طيب. إذا القانون حدد أسباب للإدارة ويلزمها بأن لا تقيم قرارها إلا على هذا السبب، لا يجوز لها أن تسند القرار إلى أسباب أخرى. حضرتك عندك، أنا عندي قرابة في الدفعة، حضرتك أنا عملت تحقيق وأثبتت أن أنا سبق أن أنا سربت الامتحانات، مدام ما سبقش الاثنين يبقى فسر لي أنت عزلتني ليه. أبناء الأساتذة فعلا بياخدوا 20 من 20 وأنت بتقول ده مستحيل؟ علميا مستحيل. علميا مستحيل. وانا ابني ما خدش 20 من 20. انا ابني كان بيحصل على 95%، ما كانش بياخد 100%، ومش من الناس اللي حصلت على هذا الكلام زي ما هو بيدعي، يحاول خلط الامور. ولما اللي هو كمان يعني ما انت ابنك بياخد، لا 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 ما حصلش طبعا يعني. الكلام ده غير صحيح، وهي لا يجب ان يكون في كعكه. احنا قاعدين ما هو عنده الواتساب، لا لابنك ولا لابن اولاده. هو عند الواتساب دلوقتي، وهو بيدعي ان هو دعاني لمجلس الكليه برسائل على الواتساب. الكلام ده يبعتها دلوقتي، يبعت الصور دي حالا. طيب هو وأنا الكلام ده صحيح. الدليل ده كذب يعني. دكتور ابو الخير هو عاطي تعليمات للكل، ما حدش يبعت لي رسائل، وبيخفي عني مجلس الكليه. وبعدين مين قال ان مجلس الكليه، انا عشان ارد، لان ساعتك اديتني حق الرد على النقط كلها بقى بعد اذن عليك، لان هو قال كلام كتير لازم يرد. لا عليك. بس انا اللي يهمني تسريب الامتحان. ما هو الادعاء بان انا ما بحضرش مجلس الكليه ده ادعاء هو كان بيستهدف منه بناء واقعه تبرر عزلي عن رئاسه القسم عشان يمنعني من عضويه مجلس الكليه، لان انا داخل مجلس الكليه باعتباري بقوه القانون وفقا لقانون الجامعات، عضويه مجلس الكليه قائمه على كوني رئيس قسم القانون العام. طيب دكتور ابو الخير، عشان هطلع فاصل وهسمع اجابتك بعد الفاصل، يعني هو بيقول لأنه كشف فسادا، لأنه تصدى لكم، لأنه رفض منهج تسريب الامتحانات لأبناء الأساتذة اللي منتشر إلى حد. وحسألك هل صحيح أن أولاد الأساتذة بياخدوا 20 من 20؟ هو بيقول ده مستحيل علميا في كلية الحقوق تحديدا يعني. فبيقول دي أدلته أنه يتم استبعاده وإبعاده بكل الوسائل عقابا له. خليك معايا دكتور الخير، وهسأل أيضا الدكتور رضا العبد في ده بعد الفاصل. يا جماعة ده قضية في منتهى الخطورة، إذا في حتى اتهامات متبادلة بهذا الشكل بتسريب الامتحانات لأبناء الأساتذة وأبناء ذوي الوساطة والمحسوبية، فالحقيقة فلنشيع العدالة وتكافؤ الفرص والتعليم كمان إلى مثواه الأخير. مشاهدينا نحييكم من جديد. الغش يقضي على التعليم ويقضي على العدالة ويقضي على تكافؤ الفرص، ولما يكون كمان داخل الجامعات وبين أساتذة الجامعة، ولما يتحول إلى عرف بين الأساتذة، وهو الحقيقة مسماه الوحيد إنه فساد. يعني لو ثبتت صحة هذه الاتهامات، دكتور هشام بيقول حاولوا إجباري على تسريب مادة الامتحان أو امتحان المادة اللي بيضعوا اللي هو القانون الدستوري لأولاد الأساتذة، وبسبب رفضه لذلك بطشوا به وحاولوا التضييق عليه. دكتور رضا العبد، دكتور رضا، الاتهامات تطالق ايضا. يعني الدكتور هشام حدد عميد الكليه، هيبقى معانا تاني الدكتور ابو الخير دلوقتي هو معانا، وحددك انت ايضا. يعني هل وصل بنا الامر الى تحويل قضيه بهذا الشكل الى عرف، يعني انه اولاد الاساتذه ياخدوا الامتحان؟ اتفضل. اولا مساء الخير يا استاذ وائل، ان شاء الله تكون بخير. أحيي مدينة الكرام أولا، وأحييك ثانيا على حسن اختيارك للموضوعات وتفجرها في الوقت الثاني، وتكون بتثير الرأي العام أو بتهم الرأي العام بالاطلاع على خفاياها بشكل مهني متميز. لكن اسمح لي أتحفظ على بعض التعبيرات اللي حضرتك استخدمتها، وكأنك تجزم بأن ما ادعاه. لا، ما أنا تلاقيني بفتح قصون أقول إذا ثبتت صحة هذه، أنت متفق
انت متفق معايا لو ابناء الاساتذه كرمت ما تقاطعنيش خلينا اكلم حضرتك. بتقول مقدمه مثلا من 10 جمل وكان المساله فساد وعلى الدنيا السلام، ثم اذا ثبتت دي جمله اخيره اعتراضيه الناس ما تاخدش بالها منها. اؤكد لحضرتك اولا عدم صحه هذه الوقائع جمله وتفصيلا، وان شاء الله جهات التحقيق المعنيه ستتولى. بس خليني قبل ما اكمل اللي بيوجه الاتهامات يا استاذ جامعي استاذ دكتور يعني وعضو مجلس مش عضو مجلس استاذ رئيس قسم القانون العام وعضو مجلس كليه يعني مش حد ماشي كده قدام الاستوديو يعني. اتفضل فندم. انا هكلم سعادتك في الجزء الفلسطيني. انا كنت في اعاره للمملكه العربيه السعوديه لمده تزيد على 10 سنوات. قعدت 10 سنوات والسنه الاخيره قضيتها اجازه مرافق للزوجه لترتيب اوضاعي قبل العوده لمصر. عدت لمصر في 30 ديسمبر، استلمت عملي 1 يناير. في الفترة اللي كنت فيها في الآخر يعني في خصومة بيني وبين الدكتور هشام، ولو حتى فتور في العلاقة يعود إلى 2015 في سبتمبر تحديدا، آخر رسالة وصلتني منه على الماسنجر في الفيسبوك كانت تحمل تهديدا حتى البنت. أنا عندي بنت في الكلية مجموعة كان 6 سنين. تحمل إيه؟ تحمل إيه يا دكتور؟ تهديدا؟ تهديدا، قال لي سنفتح ملف بنتك قريبا، وحرفيا قال بنتك لم تكن تستحق. الواقعة كانت ببساطة، كان اتصل علي يشكو من زميل لنا الدكتور سامي عبد الكريم وقتها لحقه انه ميز ابن الدكتوره سحر عبد الستار زميلتنا الكريمه عن ابنه، واعطى ابن الدكتوره سحر 16 وابنه 14. فانا ساعتها كنت في رمضان 2015 اذكر الواقعه تحديدا لان كنت في القاهره، قلت له يا دكتور هشام نهدى ونتكلم بعد الفطار. المساله يعني الدكتور سامي راجل موضوعي وراجل نزيه، ولا يمكن يكون قصد يميز بابن زميل على ابن حضرتك، وبالتالي اذا كانت الورقه كانت تاخد 16 يبقى هي تاخد 16. ده الدكتور سامي عبد الكريم زميلي ودفعتي وعشت اكثر من 30 سنه. انا رديت غيب الزميل ما له ما ناله من اساءه، وغيب الزميله الاستاذه الدكتوره ساره عبد الستار رئيس قسم المرافعات ما لها ما نالها من اساءه، وهو قال لي خلاص يعني هو ده الحل مفيش مشكله. بعد ايام سافرت مره ثانيه للسعوديه وكنت استعد للذهاب للحج، وعندي الورق موجود والرساله مثبته ومسجله على الماسنجر. ما يصوره يا فندم وابعته دلوقتي على الواتساب. طب هو بيقول لك صوره وابعته. هبقى على الواتساب دلوقتي يا فندم يبعته. موجود، ابعت لي حضرتك رقم واتساب او شيء وانا هبعته. اللي هو ورق ايه بيقول ايه؟ اللي هو الرساله فوجئت بيه، قال لي هنفهم كده معاليك ترى ان ابن الدكتوره سهره عبد الستار افضل من ابني علميا، وان الدكتور سامي عبد الكريم محق في انه منحه درجه عاليه. حسنا تعالى نطبق ذلك على ابنتك، ابنتك لا تستحق اكثر من 8 من 20، وانا جملتها محبه فيك، لكن افعل انا فعلت الخير في غير محله وهتندم وسنفتح ملف بنتك قريبا. لا يعني مين اللي خد 8 من 20؟ انا عايز افهم بيدور هو بس. هو انا بنتي كانت بتدرس عند الدكتور هشام في الفرقه الاولى، وهو الحقيقه اوقع نفسه في المطب، يشاء القدر ان يفتح هذا المطب بعد 4 سنوات. في الفرقه الاولى بنتي درست عنده في شعبه اللغه الانجليزيه، حصلت على درجات 19 من 20 والامر انتهى، وكان في 20 غيرها سابقينها في الدرجه بتاعت الماده ديت، يعني لم تكن الاولى على مقرر القانون الدكتور هشام درسه وقتها. انت عارف الكلام ده يا دكتور؟ انا بس قبل ما اتكلم يخليني مش مرتاح لحكايه ابناء الاساتذه. يا وائل بيه لو سمحت في المجمل لكم كلكم، يعني انا مش مرتاح يا فندم. انا بعرض لحضرتك وقائع محدده، ارجوك اسمعني واترك للراي العام وللمشاهدين الكرام الحكم عليه. انا عايزك تبطئ شويه عشان الكلام السريع انا هحاول اتكلم أفضل. طيب اتفضل. وصلتني رسائل وانا استعد للذهاب للحج، الدكتور بيهددني سنفتح ملف بنتك قريبا. رديت عليه بعبارتين، اول عباره كانت 3 علامات تعجب لم ازد، والعباره الثانيه سادعو لك في الحج ان تهدأ نفسك ويرتاح بالك ان شاء الله. قال لي ادعو لنفسك، مش عايز دعواتك او لا اريد دعوة. انتهى الامر بقطيعه بيني وبين الدكتور هشام تزيد عن 2. ثم في احدى زياراتي في اجازاتي لجمهوريه مصر العربيه كنت امر او اشوف مثلا نمشي عليه حتى لم تحدث بيني وبينه اي حوار ولا اي تعامل على مدار 2 من سبتمبر 2015. طيب ما ندخل بقى في تسريب الامتحان. يا فندم جاي لحضرتك. لما قابلته مره وبدا ظهر كلام انا ما زعلتكش، المهم حصل خير والواقعه عدت. فوجئت بعدها وانا مسافر في الفتره الاخيره ببوست الدكتور هشام بيسيء ليا وشكوى لمعالي مدير رئيس الجامعه الاستاذ الدكتور معوض الفولي وبحجه ان انا كنت في السعوديه. انا فعلا كنت. المهم يعني كان في خصومه او في خلافات.
الجزء اللي كان يهمني في موضوع الامتحانات ان كنت اسمع عن طريق الزملاء وعدد لا باس به اذكرهم تحديدا الدكتور سامي عبد الكريم قسم القانون الجنائي مدير وحده الجوده بالكليه، الاستاذ الدكتور حسين حنفي رئيس قسم القانون الدولي العام، واخرين قالوا انه كان دائما يهدد انه هينتقم من الكليه وهيهدها، والكلام ده موجود وهطرقها على اولادكم، واللي ما خدوش ابني مش هياخدوه اولادكم، وكلام عجيب جدا انا كنت اسمعه وانا راجل محايد مسافر ومغترب لا املك لاحد ضرا ولا نفعا. بعد كده لما فوجئت ان التهديدات زادت عن الحد والراجل اختصمني وحاول يأذيني في اكثر من مره وعرض فيه اكثر من مره، تكلمت مع الزملاء. انا اخشى عندي خشيه مبرره من فعالة الاستاذ الدكتور هشام البدري على نجلتي نورهان اللي موجوده في الفرقه الاولى. البعض يعني قال لي ان شاء الله مش هيحصل حاجه، لا فعلا عندك حق. المهم تداولت الامر مع الزملاء وتقدمت بمذكره مسببه لسعادة العميد للتفضل بعرضها على مجلس الكلية، طلبت فيها كالتالي بمنتهى البساطة واقدر اقرأ لحضرتك. طيب يا جماعة يا دكتور، بس ممكن استأذنك، المشاهد لن يهتم الا بتسريب الامتحانات. هنقعد بقى نتكلم في الخلافات الإدارية. انتوا عايزين الامتحانات لأولادكم. انا وصلت حضرتك لنص الفصل. انا تخوفت على بنتي أن ينالها انتقام أو تعسف أو كور أو مجرد تهديد لمعايير العدالة والموضوعية والحياد اللازمة في تصحيح الاختبارات والاختبارات، فطلبت ببساطة: هل من الممكن يا مجلس الكلية المؤخر أن تشكل لجنة محايدة ليس من بينها الأستاذ الدكتور هشام البدري لوجود شبهة خصومة بيني وبينه، مما يجعلني أخشى على بعض مظاهر الحيدة والموضوعية في التصحية؟ مجلس الكلية الكريم استجاب بالإجماع على طلب. أنا راجل مدرس، حتى لم يتم ترقيتي بسبب اضطرابي وانشغالي في العمل الإداري في المملكة العربية السعودية، أزعم الحمد لله أنا أحسنت في تمثيل جامعتي وأحسنت في تمثيل بلدي، كنت في وضع مميز، رجعت بسمعة طيبة بين الناس. أرجع تاني يا جماعة، تسريب الامتحان، إحنا سايبين كل حاجة. يا استاذ وائل انا لم اتكلم مع يعني ما تسريب الامتحان ده كنت عامل زي غريق بيشكو من البلل يعني. لا هو بيموت يعني. يا فندم في عداله بتموت يعني. يا فندم ارجوك، انا بقول لك لم اتكلم مع الدكتور هشام ده من قريب ولا من بعيد منذ اكثر من 10 شهور. كيف اطلب منه امتحانا وكيف وماذا لدي من انت بنتك ولا ابنك في الكليه يا دكتور؟ انا بنتي السنه اولى وعندي البنت الكبرى في الفرقه الرابعه. والله يا جماعة أنا من اللي شايفه ده يا جماعة أنا يعني لو سمحت نحتاج إلى فحص امتحانات أبناء الأساتذة في الست سبع سنين اللي فاتت. سعادتك وصلت لمربط الفحص، نحتاج لفحص تانية ونحتاج لفحص وإعادة تقييم امتحانات أبناء الأساتذة. اللي أنا أسمعه ده يعني تشم رائحة يعني للأسف الشديد. أنا بضم صوتي لصوت سعادتك يا فندم، وهستأذن سعادتك في حاجه، حضرتك هتديني حق الرد دلوقتي ولا ممكن؟ اولا هو لدينا حكم المحكمه القضاء الاداري في القاهره دايره التعليم واضح جدا سنه 2015، قالت انه تطابق كراسه الاجابه مع الكتاب هي قرينه قاطعه اما على تسريب الامتحان او وقوع الغش. الحكم ده موجود واي حد يستطيع النهارده يدخل. تطابق كراسه الاجابه مع الكتاب يؤكد إما وجود وحدوث الغش قطعا في اللجنة أو تسريب الامتحان. وألغت قرار إعلان النتيجة. التطابق اللي هو كأنك بتنقل من الكتاب. طبعا يعني. ومش منطقي أن أنا ألاقي طالب لا يخطئ مرة في مادة، أن حضرتك تلاقيه 100% طول الوقت في كافة الوقت، ما فيش مرة جاله مغص، ما فيش مرة سهر زيادة شوية فجاء مش مركز، ما فيش مرة الجو كان حر حواليه، ما فيش ما طب ما احنا كلنا بنشتغل بنمتحن في نفس الجو، جو عارفين كلنا ظروف امكاناتنا الماديه في الجامعات. ما فيش مروحه، ما فيش ينسى. فحضرتك حط في ذهن سؤال بشكل خاطئ، حضرتك حط في ذهن حضرتك بقى استاذ قاعد في المدرس، خد بال حضرتك مش استاذ يعني، راجل عنده 50 سنه مدرس، وهذه يجب ان يضع تحتها عده علامات استفهام او عده خطوط. مدرس وعنده 50 سنه، قضى منهم 10 سنوات خارج مصر ورجع النهارده مؤكد ان الاولاد داخل البيت عندهم تكييف وعايشين في حياه مكيفه، لان البيئه في السعوديه وفي الكويت طبيعي تكييف كامل. لما ينزل بقى يمتحن في جو لا في خيمه وفي 2000 طالب داخل نفس المبنى واحنا في الدور الخامس والسقف ملوش غطا، يبقى جو سيء جدا من الناحيه البيئيه، والعمال رايحين حاجه ساقعه بيبس ومش يعني جو غير
وناس بتهيص وناس بتغش ومراقبين بيزعقوا وملاحظين مش عارف، ومع ذلك طول الوقت ما فيش مره كده يعني اعصابه اتهزت ما جابش اقل من ال20. دي حاجه، دي ملاحظه عامه. بس انا هرد على الدكتور رضا بيقوله مع احترامي طبعا لحضرته. هو قال ان بنته اللي في سنه رابعه انا درست لها في اولى، انا هضيف واقول كمان انا درست لها في ثالثه. طيب هل انا ظلمتها؟ البنت دلوقتي في رابعه، هل انا ظلمتها؟ وبيقول ان الخلاف بينه وبينه بقاله سنتين. طب يعني الدكتور رضا من بين الاساتذه، دي رقم واحد، من بين الاساتذه اللي طلبوا ده هو اللي قاد الامتحان لبنته. لا ده هو اللي قاد الحركه دلوقتي، ما هو قال لسعادتك بالحرف ان هو اللي قدم مذكره لمجلس الكليه الان بطلب بادعاء وجود خصومه بيني وبينه، وطلب من مجلس الكليه اقالتي او منعي من وضع الامتحان، والمجلس استجاب له. بس انا بقول لسعادتك ده عشان رفضت تدي الامتحان. ده مجلس اباء اللي اشتركوا في التصويت، اللي قال ان ما حصلش تصويت. طيب دكتور رضا في تعليق بس بسرعه، سعادتك ما ادتنيش فرصه ارد عليه. عايز يعلق على ده، انت طلبت الامتحان لبنتك بطريقه المحاكم كده يعني؟ اقسم بالله العظيم هقول الحق يعني يا فندم، انا لم اتكلم والله شاهد على ذلك. تناقش يا دكتور هشام امام قاضيان. هو اصل القسم ما يوجهش الطرف، القسم بيوجه لشاهد. لو افلست من قاضي الدنيا لن تفلت من قاضي الاخره. انا لم اتكلم معك لا من قريب ولا من بعيد منذ سبتمبر 2017 الماضي في اخر زياره ليا في مصر، وبالتالي طوال 4 شهور امضيتها في السعوديه ثم 4 شهور او 5 شهور في مصر، انا لم اقابلك سوى مرتين، مره يوم 17 يناير في مجلس الكليه ولم نتحدث ان كنا على خصام، ومره في اليوم التالي لوفاة والدة الدكتورة بورسعيد عطية عرضا. ايوه بس خليني في السؤال يا دكتور. الاثبات يا استاذ وائل هو ما بيجاوبش على فكره. اصل انا بسالك عن السلوم بتوديني مرسى مطروح وحلايب، بتوديني حلايب. لا يا فندم، انا كلمت تليفونيا، انا بعت له ايميل، بعت له واتساب، بعت له رساله على الفيسبوك. انا طلبت الامتحان امتى يا فندم؟ انا ما بتكلمش مع الدكتور هشام من 3 سنوات، انا في اتصال معه الكل يعلمه لسبب مواقفه. انا طيب انت ليه خصيته من ضمن الاسماء انه طلب الامتحان لابنته زيه زي الاساتذه اللي طلبوا ده؟ دكتور هشام، دكتور هشام انت معايا؟ حضرتك بتسالني؟ ليه خصيته بانه من بين الاساتذه اللي طلبوا الامتحان لابنته؟ ما هو يا فندم ده هو كشف عن نفسه بنفسه، هو اللي مقدم المذكره في حقي. عشان انت رفضت تدي الامتحان يعني؟ ده هو اللي مقدم المذكره، هو قال بنفسه دلوقتي حالا ان انا اللي قدمت مذكره. طيب بس انا ساعتك ما ادتنيش فرصه ارد على نقطتين ثلاثه، انا هرد في اختصار شديد. طب بسرعه لازم اطلع فاصل واسال الدكتور ابو الخير. هو بيقول الواقعه مكذوبه شكلا وموضوعا، والعميد قال ان الواقعه مكذوبه شكلا وموضوعا. طيب بما تفسر تدخل رئيس الجامعه اليوم لالغاء كافه ما صدر في حقي من مجلس الكليه اللي بيدعي انه صدر بالاجماع؟ رئيس الجامعة يعني رئيس الجامعة انصفك؟ ده النهاردة طلع قرار رسمي ووجهه للعميد، الغاء قالة الدكتور هشام بدر من رئاسة القسم لأنه صدر على خلاف القانون، إلغاء منعه من وضع الامتحانات والكنترول، ويكلف العميد شخصيا باستلام الامتحان ومتابعة طباعته كده. رئيس طيب. الجامعة رئيس الجامعة هيطلع قرار من هذا طيب. النوع بالراجل بحجمه لواقعة مكذوبة؟ أبو الخير عايز أفهم بقى كده كده رئيس الجامعة بيشتغل إزاي؟ يعني هل كده عايزين يتهموا الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة بأنه ساندني مجاملة؟ ساندني مساندة لكوني فاسد؟ لا هو إذا ساندك يبقى استشعر. لا ما أنا عايز الرد، أصل العميد قال إن الواقعة مكذوبة شكلا وموضوعا وإن أنا بزور، والبينة على المدعي. طب في بينة أكتر من إن الأستاذ دكتور رئيس الجامعة ألغى قرارات مجلس الكلية بالكامل فيما يتعلق بيا؟ ما ده هسأله له بقى دكتور. ونزل النهاردة وجاب النواب الثلاثة في اللجان وتابع إن امتحاني طبع وامتحن، وانا شيرت الصور دي يعني على انت يعني امتحانك طبع الامتحان اللي انت عملته طبعا، وده في قرينه بعد ذلك يمكن ان تحتمل ان الواقعه صحيحه الا بعد تدخل رئيس الجامعه بالغاء طيب. كافه القرارات. دكتور ابو الخير اذا كان رئيس الجامعه انصفه وقال له انت اللي هتعمل الامتحان وما فيش حاجه اسمها يتم استبعادك واعاده والغى كل القرارات اللي خدتوها لاقصائه، يبقى معنى كده كلامه، خلونا يا جماعه اركز في اللي هيهم المشاهد، كلامه عن ان انتوا طلبتوا منه تسريب الامتحان لاولادكم ولابناء الاساتذه صحيح، وده الحقيقه تاني اهو لو ثبتت صحته، وده الحقيقه كمان يجب ان ننطلق منه الى اعاده تقييم اوراق ابناء الاساتذه في الكليه عندكم طيله السنوات الماضيه، لان من الواضح ان في قاعده من الوساطة والمحسوبية والمجاملات كانت شغالة يعني. هسمع إجابتك بعد الفاصل يا دكتور. مشاهدينا نحييكم من جديد، تاني وتالت لو ثبتت وصحت هذه الاتهامات المتعلقة بمحاولة إجبار أستاذ جامعي على تسريب الامتحانات لأبناء الأساتذة
فالحقيقة احنا امام مصيبة لا يمكن ابدا التهاون بشأنها. هاخد بس تعليقات اخيرة في ده. دكتور خير قول لي حضرتك هنا مش معايا. طيب دكتور رضا بسرعة هاخد منك تعليق اخير. هو الوقت انت حضرتك بتقول لي قبل مثلا دكتور ان انت عندك ابناء اساتذه واخدين 100% في الاربع سنين. طبعا انا عندي شريف مجدي الحبشي ومصطفى مجدي الحبشي ولاد الدكتوره سحر عبد الستار امام استاذ ورئيس قسم المرافعات 100% في الاربع سنوات. 100% عندي دلوقتي ايه منصور محمد احمد وبنت وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث. البنت طول الثلاث سنوات اللي فاتوا والترم اللي فات 100%. عندي بعد كده كريم عباس مبروك. عندي بنت الدكتور رضا العبد نفسها اللي نقلها من الانجليش عشان إليها للعربي عشان تحافظ على ترتيب يسمح لها بالتعيين كمعيدة. عندي بنت الدكتور أيمن العشماوي اسمها نسرين أيمن العشماوي ودي تم تأخير قرار تعيين المعيدين وضم سنتين لبعض من أجل تأخير القرار لغاية ما تحصل على حكم عشان يبقوا يدخلوها من خلال التلاعب في ترتيب الدفعة بطريقة معينة. والكلام ده موجود وسهل إثباته لما نطلبه ولو طلبناه قضاء. ايه الكلام ده يا جماعة؟ الكلام موجود قضاء. دكتور رضا يعني لو لقينا الشباب يا عيني حتى حملة الماجستير والدكتوراه والناس اللي قاعدة وبتتكلم عن عدم تكافؤ الفرص وعن اللي أنا بسمعه ده معناه إن الوساطة والمحسوبية وصلت إلى حد لا يمكن أبدا السكوت عليه. يعني دكتور رضا هل معقولة الناس تاخد 100% كده؟ معقولة؟ أولا ما حدش خد 100%. ثانيا بنتي ترتيبها طب هو أنا عايز عشان أنت بتضحك احنا نرجع للأرقام. حد خد 100%؟ أيوه يا فندم طبعا. لا الأسماء اللي قلت سعادتك عليها دي 100%. طب ما هو بقول لك الأسماء اللي أنا قلتها 100%. يعني شريف مجد الحبشي مش واخد 100%؟ مصطفى مجد الحبشي مش واخد 100%؟ فرصة الرد. الأرقام اللي بتتقال غير دقيقة وغير صحيحة بالمرة. طيب سعادتك اسمح لنا هستأذن معاليك يا فندم. وائل بيه بعد إذن معاليك. هو قال أسماء وقال هي واخدة 100% وقال ده مستحيل عمليا. اسمح لي يا فندم أتجاوز بس تسمح لي على هذا التجاوز. استضيفوا حضرتك ومعهم شهادات رسميه موثقه من الكليه بنتائج الاسماء اللي هعطيها المعاليك. لا يا جماعه يعني اتمنى حطها على الشاشه يا فندم ونتحاسب لو انا مش صادق. وافق ان الجهات المعنيه سواء الرقابه الاداريه الجهاز اللي بيحارب الفساد او كل الجهات المعنيه يعني لازم تحقق في هذه الوقائع. يا جماعه الناس تحبط وتنتحر لما يبقى في ناس كمان بتتعب وفي النهاية تجد أن الوساطة والمحسوبية تصل إلى هذا الحد. أنا في نقطة إضافية وائل بيه بعد إذن عليك لو تسمح لي في نص دقيقة. يعني المحكمة لما أنا رفعت الدعاوى لابني لاسترداد الدرجات أنا فوجئت أن أعمال السنة ليس لها أي أوراق ودي 5 من 20 بمعنى أنها 25% من إجمالي ملاش أوراق بحيث أنك ممكن تديها لأي حد وبالتالي يعني. هم رصدينها لأولادهم 5 من 5 وأنا ابني ما حصلش عليها. دكتور أبو الخير قول لي الاتهامات بهذا الشكل يعني هو عدد أسماء أبناء أساتذة واخدين 100% وقال يعني لم تصل العبقرية إلى هذا الحد يعني. بص يا أستاذ وائل بالنسبة أيوة أنا سامعك يا دكتور عشان التتر بس معانا بالنسبة لأسماء اللي عددها ديت أنا عايز أقول لسعادتك إن أنا ابني في شعبة اللغة في سنة أولى السنة دي وحاصل في مادتين على 14 و15 من 20. لأن سعادتك طبقت الباركود بس في المسألة طبق ايه؟ طبق نظام الباركود والسيريال نمبر فما عرفش يسيطر على دي لكن في اخرين يعني انا باكد لسعادتك ان حالات اخرى تم تسريب السيريال نمبر بتاعت الناس. طيب يا فندم خلينا يا دكتور خلاص انت بتقول ابني مش فاهم لكن هو عدد اسماء ابني واخد مادتين في جيد 14 و15 من 20 وهو ابن عميد الكليه مما يؤكد عدم صحه الكلام اللي هو لا عشان تطبق السيريال نمبر بس مش عشان التصحيح ولو موضوع. ثبت في وقائع قبل كده قبل تطبيق يا فندم انا ساعه ما جيت عميد طبقت السيريال نمبر على شعبه اللغه وبيجهزوا اقتراح لالغائه دلوقتي لان اضر بالناس وطبقت الباركود وطبقت الباركود خلال وقت قصير هيتلغي السيريال الباركود. طيب دكتور ابو الخير خلينا في القضيه الاساسيه انتوا طلبتوا من دكتور هشام
يديكوا الامتحان عشان ابناء الاساتذه لازم ياخدوه؟ يا فندم اسمح لي، الكلام ده ملوش دليل، ما عندوش دليل. انا ما هو الراجل بيقول لك اهو اتحدى، بيقول لك انا مستعد نمثل، الراجل بيقول لك انا مستعد نمثل جميعا امام جهاز التحقيق. يا انا بكره هقدم بلاغ للمحامي العام هنا، وعشان في المحامي العام في شبين الكوم عشان يؤكد صحه او كذب الكلام ده. الدكتور هشام يعني اكيل الاشتراءات والاكاذيب لكل ده حدد اسماء بناس واخده 100%. انا بديك اهوت اسماء، انا عندي اسماء طلبه. يا 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 دكتور بسمة، ما انا ما حددتش 20 اسم، فتقول لي ده اسمين ثلاثه 20 من 20. يا استاذ وائل انا عايز اديك اسماء طلبه مش ولاد اساتذه جايبين 20 من 20 في سنه اولى. وهقول لك جايبين احسن من ولاد الاساتذه، مستشار اللي خد 20 من 20 برضه، جايبين احسن من ولاد الاساتذه. هقول لك خد الاسم ده، خد الاسم ده، عبير عبد الفتاح الشايب اهو، خد الاسم ده. مالها جايبه 20 من 20 في كل المواد احسن من ولاد الاساتذه؟ ما اصل انت بترد بشكل معكوس يعني. طب لا يا فندم، ما عندوش دليل، هو ما عندوش دليل على صحه الكلام اللي بيقوله ده. اتحداه يقدم دليل. ثانيا ان الموضوع هيبقى ده بيقول لك الناس الاجابات مطابقه للكتاب، وكمان الناس في طلبه من ممكن تكون حافظه الكتاب، يعني في طلبه ممكن من شطارته يحفظ الكتاب، وبعدين ما ينطبق على الكلام اللي بيقوله ينطبق على ابنه، لابنه ابنه قعد 3 سنين عندنا في الكليه. الحاجة الثالثة ان حد إيه؟ لا عايز اقول لك الدكتور حرفيا زي الكتاب ده يعني. يا دكتور الله يخليك، حقوق يا فندم، دي قضايا عقليه. هذا الدكتور الهشام حيل الى مجلس تاديب، مجلسين تاديب في وقايع عدم امانه علميه. اذا كان الدكتور هشام كلامه ليس صحيحا، لماذا اعاد الي الاعتبار رئيس الجامعه اليوم واعاده والغى كل ما قمتم به وامتحانه هو اللي اعتمد؟ لماذا؟ انا هتكلم عن يا استاذ وائل، لازم الاستاذ الدكتور اللي قاعد قدامك قدم ابحاث الى اللجنه العلميه، شوف اللي قدمها الاستاذ مساعد ودلت على اللجنه العلميه حالته المجلس التاديب. هسيبه يكمل بس اسمح لي ارد على اللي بيقوله. طب اتفضل. طيب عشان بس الوقت، اتفضل. هو اصله بيحاول، هو دلوقتي بيحاول ايه؟ ينقل النقاش في قضية عقلية معروضة الآن اللي سعتك عارضها، فإنه انتقل إلى دائرة التشكيك في شخصي وفي أمانتي وفي تاريخي وفي دي دائما حيلة قديمة وممجوجة وملهاش معنى. لأنه أي إنسان أول لما تيجي تقول له حضرتك عملت كذا، قال أصل خد بالك أنت راجل دمك تقيل. طب ناقشنا الأول في الواقع. ثم مجلس التأديب اللي هو بيدعي أنه أصدر ضدي أحكام، سعادة العبيد نفسه أنا بينه وبينه خصومات قضائية كانت منظورة لحظة جلوسه عضو يمين في مجلس التأديب. طيب. رديته وقلت له بيني وبينك منازعات والمفروض حضرتك ما تنظرش رفض طلب الرد بنفسه في محكمة لما يتقدم لها طلب رد. أنا دكتور هشام، أنت لا يمكن أن ترمي الناس باتهامات من هذا النوع إلا إذا كانت هو صحيحة. هو سعادتك متخيل أن أنا أكون أستاذ ورئيس قسم في كلية الحقوق وقسم القانون الإداري وألقي بتهمة بهذه الخطورة وأنا لا أدرك معناها وأكتبها على الفيس وأستغيث بالرئيس؟ أنه الأساتذة عايزين الامتحانات لأبنائهم. أنا هستغيث بالسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس وزير التعليم العالي والسيد مدير الرقابة الإدارية. طيب دكتور خير بسرعة، ورئيس الجامعة تدخل بإنصافي. جملة الراجل بيقول يعني هل من الممكن ان انا اكون مضللا وانا بعت بعدين ارسل خطابات لرئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء ورئيس الرقابه الاداريه ووزير التعليم العالي يقول لهم ان في فساد في الكليه والاساتذه عايزين الامتحانات لابنائهم؟ انا عايز اسال السؤال بشكل مختلف يا فندم، بعد اذن سعادتك سيبني انا اساله له بعد اذنك. مع احترامي للي سعادتك بتقوله. طب بسرعه عشان حضرتك يا فندم بتقول ان انا كذاب وان انا بفتعل، على اي اساس سعادتك منعتني من وضع الامتحان؟ القانون محدد، سبب قانوني محدد، ولا يجوز للاداره ان تسند قرارها بمنع استاذ من وضع امتحانه الا اذا كانت له قرابه حتى الدرجه الرابعه. سعادتك اثبتت دي يا فندم؟ دكتور ابو خير بس ما يهمش في وريني السبب القانوني في 10 ثواني عشان انا بس الحلقه انتهت. اتفضل. من وضع الامتحان ديت اسمح لي، لقد تم استبعاد الدكتور هشام البدري من لجان الممتحنين ولجان التصحيح بقرار من مجلس القسم القانوني العام. ده بخصومه من معاليك يا فندم، لان سعادتك مستهدفني. ده انت خاصم لي 3/4 الراتب بحجه ان انا ما بجيش الكليه. تم هذا يعني زورا. طب ما هو رئيس الجامعه الغلف كل ده واعاده. كل الكلام رئيس الجامعه. رئيس الجامعه لما نشر البوست
لما نشر البوست وحصل بلبله في الراي العام. رئيس خاف مني؟ تعتقد رئيس جامعه تدخل هل 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 رئيس الجامعه يعني يا سيدي الفاضل، هل رئيس الجامعه هوائي في حد هيكتب بوست في يا استاذ وائل؟ استاذ عايز حيثيات هذا القرار. طيب. حيثيات هذا القرار. المهم يا جماعه القضيه، والله يا جماعه اذا لم يتم اعاده تقييم امتحانات ابناء الاساتذه في هذه الكليه اللي احنا سمعناه ده، يعني نشيع العداله الى مثواها الاخيره. انا اساند معاليك في هذا. اذا لم يتم اعاده تقييم امتحانات ابناء الاساتذه طيله السنوات الماضيه، والجهات الرقابيه تستطيع ان تفعل ذلك. انا ادعو الى تشكيل لجنه رقابيه يا فندم. انا بطلب من سعادتك تتبنى هذا الموضوع، تشكيل لجنه من الرقابه الاداريه لفحص او اجابات اوراق الاساتذه اولاد الاساتذه. طيب. على مدار العشر سنين، لانه الحقيقه احنا بنتكلم عن التوريث في السياسه، لكن من الواضح ان في توريث في مجالات مختلفه، البحث العلمي في توريث اشكالا فجه. مفيش مانع انك تكون مهموما بابنك، بس مش على حساب الغير، مش على حساب العداله، مش على حساب القيم. عشان كده أتمنى أنه يتم التحقيق في هذه الوقائع. دكتور هشام بيقول أجبروني على، حاولوا إجباري على تسريب الامتحان لأبناء الأساتذة، رفضت فنكلوا به. ده يتطلب التحقيق العاجل، وكمان التحقيق في امتحانات أبناء الأساتذة طيلة السنوات الماضية. بشكركم جميعا، وإن شاء الله أنا هستأذن سعادتك في جملة هنكون بسرعة دقيقة. أنا بس عايز أتوجه للأستاذ دكتور رئيس الجامعة الأستاذ دكتور معوض الخولي، والأستاذ دكتور نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وأستاذ دكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، لما بذلوه من جهد في هذا الموضوع ووضع الأمور في نصابها، وأنه لو لم يكونوا على مستوى الإدراك لما يحدث لكانت المسألة انتهت خلال سنتين ثلاثة فاتوا بالتخلص مني من زمان. طيب بشكركم زي دايما ما بقول الجملة اللي بقولها دايما، أسوأ أنواع الفساد والذي يرتدي ثوب الفضيلة. فساد في أماكن من هذا النوع لو ثبت شيء مخيف، ولا يجب أبدا التهاون بشأنه. غدا هنكون معاكم إن شاء الله في حلقة جديدة.